السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو فيه الشرح ديال الميكروسوفت وورد كامل من الاول حتى الاخر. دونك لا فيديو لا فورماسيون قسمتها على جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول هو اللي غادي نشوفه دابا على لورديناتور، والجزء الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون موجود من بعد واحد اسبوع ان شاء الله. دونك ملي تنقول لك فورماسيون كامله من الاول حتى الاخر، فكاع لي تكنيك ولا كاع لي زوتي اللي غتحتاج اذا بغيت تشتغل على الميكروسوفت وورد فغتلقاهم كاين في هاد لا فورماسيون هادي. تفرج الفيديو حتى الاخر، طريقه سهله ديال الشرح. اذا كان شي تساؤلات خلي لي في كومونتير، واذا عجبك الفيديو بيان سيغ فما تنساش تبارطاجي لاشين حتى نستمر في نشر هذا المحتوى النافع. اجي عندي دونك على بركه الله نبداو بالميكروسوفت وورد. دونك كي كتشوفوا انا ديجا خديت الميكروسوفت وورد هنايا، ولكن ما فيه باس نعاودوا ازيرو كيفاش ناخذ الميكروسوفت وورد من الاول. دونك بما ان هاد لا فورماسيون غنهضروا فيها من غنبداو من لا باز، دونك غنبداو من ا حتى زد كي تنقولوا. فالمايكروسوفت وورد باش لونسيه، باش يعني باش نخدم عليه، اول حاجه كنشوف واش هو كاين عندي في البيرو هنايا ولا لا. اذا كان عندي هنا في البيرو مع هاد لي زيكون اللي كاينين في البيرو، فتنمشي عنده وتندير عليه دوبل كليك. واذا ما كانش عندي بحال هنا نمشي عنده ندير ليه دوبل كليك هنايا غادي يطلع عندي. اذا ما كانش عندي هنا في البيرو فغادي نمشي ناخذو من عند لا سورس ديالو. لا سورس ديالو هي هذه، نمشي نكليكي عند بوطون ديماري تنشوف واش كاين عندي الفوق. اذا كان عندي الفوق هنا كي كتشوفوا معايا نمشي نكليكي عنده. اذا ما كانش عندي ناخذو من لا سورس نمشي نكليكي عند تولي بروغرام، تيطلع عندي هنايا واحد المجموعه تاع لي دوسي. نقدر نديبلاصا بهاد لا بار دو ديفيلمون ونقلب هنا وسط من هاد لي دوسي على مايكروسوفت اوفيس. نكليكي عليها مره واحده غتافيش عندي واحد لا ليست فيها كاع هذوك لي لوجيسيال ديال مايكروسوفت اوفيس. دونك كاين عندنا هنا الوورد، كاين عندنا الباوربوينت، يعني عندنا ليكسل، كاين عندنا لاكسيس. دونك كاملين يكفي انني نكليكي مره واحده على اللوجيسيال اللي بغيتو غادي يتلونسا ولا غادي تافيش عندي. دونك غنمشيو حنا نكليكيو على مايكروسوفت وورد. دونك فوالا غيتافيش عندكم مايكروسوفت وورد على هذا الشكل هذا. دونك هذا هو مايكروسوفت وورد، هذه هي الانترفاس ديالو. دونك غادي نمشيو نعرفوا شنو هو هذا مايكروسوفت وورد، ونعرفوا شنو اللي غادي نقراو فيه بعدا، شنو اللي غنتعلموا نقراو فيه. وعاد ديك الساعه غادي نرجعوا نهضروا نتعلموا ولا نتعرفوا على هذه الانترفاس هذه، وعاد نبداو خدامين عليه. دونك على بركه الله نمشيو نعرفوا شنو هو مايكروسوفت وورد. اذا بغينا نعطيه واحد الديفينيسيون فتنقولوا على ان مايكروسوفت وورد ايتان لوجيسيال دو تريتمون دو تيكس ايديتي بار مايكروسوفت. هو واحد لوجيسيال تنديروا فيه تريتمون دو تيكس. تريتمون دو تيكس هي معالجه النصوص. ايديتي بار مايكروسوفت يعني صوبات لنا واحد الشركه اللي هي معروفه عالميه سميتها مايكروسوفت. الوغ هنايا الفونكسيوناليتي ديال هذا المايكروسوفت وورد، شنو تنقدروا نديروا في مايكروسوفت وورد؟ لان بزاف ديال لي كيستيون اللي كيجيو في لي زونتروتيان تيسولك مني كيقول لك واش كتعرف تخدم بالمايكروسوفت وورد، كتقول ليه وي كنعرف نخدم به، تيقول لك شنو تقدر دير في مايكروسوفت وورد، شنو تقدر تصاوب ليا فيه. فالفونكسيوناليتي ديال هذا مايكروسوفت وورد تنديروا فيه لا سيزي دو تيكست، يعني تنكتبوا فيه النصوص، تنديروا فيه لا جيستيون دان دوكيمون، يعني تنديروا لونغوجيسترومون ولا الكرياسيون ولا لوفيرتور. تنديروا فيه ليديسيون دان دوكيمون، يعني لا سيليكسيون ديبلاسمون، تنديروا كوبي كولي، تنديروا لا سوبريسيون. تنقدروا نديروا فيه لا فيريفيكاسيون اوتوماتيك دو لورتوغراف اي لا غرامير دان دوكيمون، تنأكسيفيو يعني باش يكوريجي لنا لورتوغراف ولا لا كانوا عندنا اخطاء ديال الغرامير. تنصوبوا فيه لا ميزون فورم، دونك لا ميزون فورم دان دوكيمون، يعني كيفاش نكبر الكتبه نصغرها، سواء كان ديال الباراغراف سواء كان ديال النص كامل. غنشوفوا شنو هما لي بوردور، غنتعلموا شنو هما لي ليست، غنتعرفوا على لي كاركتير. تنديروا فيه لانسيرسيون ديال لي زوبجي دان دوكيمون، يعني بحال لانسيرسيون ديال لي طابلو، لانسيرسيون ديال لي زيماج، لانسيرسيون ديال لي فورم اوتوماتيك، لانسيرسيون ديال وورد ارت. غنتعلموا فيه لا ميزون باج دان دوكيمون، يعني الريغلاج ديال الهوامش مثلا كي كتشوفوا معايا هنا هذا الهامش اللي كاين في الورقه هنايا. غنتعلموا انت هما كيفاش نجبدوهم كيفاش نبدلوهم. كتشوفوا معايا هنا الهامش ديال هذه الورقه فيه جوج سنتيم ونص على اليسار، جوج سنتيم ونص الفوق على اليمين. دونك هاد الحوايج كاع كاملين غادي نتعلموهم. كاين عندنا فيه عاوتاني لامبريسيون دان دوكيمون، نتعلموا كيفاش الا بغينا نامبريميو شي دوكيمون. اللي نبغي نقول لكم هو انكم ما تسوقوش لهذا الكلام اللي قلنا كاع كامل، لان ربما كاين فيه ديمو تكنيك كلمات جدادات عليكم، فما نبغيهمش يديرونجيوكم، لان حنا غنمشيو نخدموا داك الشيء ازيرو، غنتعلموا هاد الحوايج كاع كامل اللي غتشوفوهم هنايا غنتعلموهم بشويه بشويه. دونك على بركه الله اول حاجه غنمشيو نتعرفوا على الانترفاس ديال المايكروسوفت وورد. هذه هي الانترفاس ديالو، دونك غنتعرفوا عليها ونعرفوا كل حاجه من هادو شنو سميتها وشنو الدور ديالها. نبداو من الفوق على يدنا اليسرى. كاين عندنا هاد البارتي هذه اللي كتشوفوا هنا الفوق، هذه سميتها لا باغ، سميتها لا باغ، باردون، لا باغ دوتي اكسي رابيد، لا باغ
دوتي اكسي رابيد. علاش عطينا هاد دونك تنقولوا ان باغ يعني واحد البارا فيها لي زوتي، لي زوتي هما الادوات، اكسي رابيد كتعطينا لاكسي بسرعه. داكور، علاش سميناها هاد السميه هادي؟ حيت كاع لي زوبسيون اللي كاينين فيها، هاد لي كوموند اللي كاينين فيها، الاصل ديالهم كاينين هنا لداخل وكاينين هنا في هاد البلاصه. وحيت حنا الاداه او لوبسيون اللي مهمه بزاف وكنحتاجوها بزاف، فتنجبدوها وتنحطوها هنايا باش بلا ما نبقاو نقلبوا عليها. لحد الان ما تفكروش تقولوا لي كيفاش غنحطوها هنايا، لان من بعد غنوريكم كيفاش نحطهم هنايا. المهم دابا عندي انك تعرفوا هذه، ان كنديروا فيها لي كوموند اللي كنحتاجهم بزاف. مثلا انا محتاج فين ما نكتب شي دوكيمون خاصني نسجله، فتنحط الكوموند تاع لونغوجيسترومون. محتاج فين ما نصوب شي دوكيمون خاصني امبريميه، تنحط لا كوموند ديال لامبريسيون هنايا. محتاج مره كنبغي ناخذ نوفو دوكيمون، كنحط نوفو دوكيمون هنايا. دونك هذا داكشي علاش سميناها لا باغ دوتي داكسي رابيد، لان كتعطينا لاكسي بسرعه. الوغ كيبان لكم هنا مكتوب عندي اكوي انسيرسيون ميزون باج ريفيرونس انسو دو سويت، هادو كيتسماو دي زونغلي اونغلي. دونك ماشي اونغلي الانجليش، وانما اونغلي تنقصدو بها فنات، ولا تنقصدو بها تبويب باللغه العربيه. على العموم هاد لي زونغلي هادو، كل وحده فيهم، كل وحده من هاد لي زونغلي كتكون من واحد المجموعه تاع لي جروب. دونك كتشوفوا معايا حنا لونغلي اللي واقفين عندها هي اكوي، لي جروب اللي عندها هما بريس بابي، كاين عندنا جروب بوليس، جروب باراغراف، جروب ستيل، جروب موديفيكاسيون. وكي كتشوفوا راه كل جروب ما بين جروب وجروب كاين عندنا واحد السيباراسيون كي كتشوفوا معايا هنايا. دونك وكل وحده جيت وقفت عندها غنلقى عندها دي جروب ديالك خاصين بها. اذا جيت عند انسيرسيون عندها جروب باج، جروب طابلو، جروب اليستراسيون، جروب ليا اون تات بي دو باج تكست سامبول انسو دو سويت. اذا مشيت عند ميزون باج حتى هي نفس الشيء، غنلقى عندها دي جروب خاصين بها. دونك كل وحده عندها دي جروب خاصين بها. هادشي من بعد وبيان سور غادي نعرفوه بالحاجه بالحاجه ونعرفوه اون ديتاي. دونك هادو قلنا كيتسموا دي زونغلي، وكل اونغلي عندها واحد المجموعه تاع لي جروب ديالها. وبيان سور كل جروب كي كتشوفوا معايا هنا عنده فيه لداخل واحد المجموعه تاع لي كوموند. هادو كيتسموا دي كوموند، يعني كل وحده كل كوموند من هادو وعندها واحد الدور ديالها اللي غادي نتعرفوا عليه من بعد. الور دونك من بعد ما تعرفنا على هادو، وهاد البلاصه كامله اللي كتبان لكم فيها هاد لي كوموند هادو كاع كاملين هنايا، فهذه كتسمى روبان، ولا كنقولوا ان روبون. دونك هادو كاع كنقدروا اذا درت فيه دوبل كليك هنا غيتماسك ما يبقاش يبان عندي، الا بغيت نحيد هذاك الروبون، ولا درت فيه دوبل كليك عاوتاني في اكوي غيعاود يتافيشا عندي هاد الروبون هذا. دونك فاحنا اول حاجه غادي نتعلموها من بعد ما تعرفنا على بيان سور على الانترفاس، وبيان سور بقات هذه البلاصه اللي بالبيض هنايا، فهذا كيتسمى زون دو ترافاي، وهي البلاصه اللي تنكتبوا فيها. بيان سور كاين عندي على يدي اليسريه كاين عندي هاد الغاقل هنايا، هاد المسطره، وكاين عندي حتى الفوق هاد المسطره هذه. فالدور ديالهم انهم تيبينوا لي الهوامش، فالهامش اللي كاين عندي هنا فيه جوج سنتيم ونص، والهامش اللي كاين عندي هنايا حتى هو فيه جوج سنتيم ونص. فعاد كليكي في البلاصه تيبان لكم هذاك السطر، هنا تيبين لي راه الهامش تاع الورقه. دونك حنا اول حاجه كنتعلموها، ولا اول حاجه خصكم تعرفوها، ومن بعد ملي تيكون عندي شي دوكيمون دونك اول حاجه كنكتب عليه، كنكتب فيه داكشي اللي بغيت. يعني مثلا بغي نصاوب واحد لاتر، ولا بغي نصاوب واحد السي في، فتنكتبو تنكتب داك التكست ديالي هنايا. ومن بعد التكست يعني من بعد لا سيزي دي دوني، فثاني حاجه كنفكر فيها مباشره وهي لونغوجيسترومون، كيفاش نونغوجيستري هذاك الدوكيمون ديالي باش ما يضيعش ليا. وهنا بويسكو تكلمت على لونغوجيسترومون غنهضر لكم على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. ففي لونغوجيسترومون كي كتشوفوا معايا هنا غنوريها لكم، في لونغوجيسترومون عندي جوج ديال الحوايج اللي هما مهمين بزاف. في لونغوجيسترومون عندي جوج ديال الحوايج اللي هما مهمين بزاف. شنو هما؟ ملي تنبغي نونغوجيستري اي دوكيمون خصني ضروري نعطيه واحد لو نون دو فيشي، خصني نعطيه السميه تاع داك الدوكيمون، وخصني نعطيه واحد لومبلاسمون، ضروري نوريه البلاصه اللي غادي نسجلوا فيها. دونك في لونغوجيسترومون ملي كنبغي نسجل الدوكيمون ديالي ضروري كنعطيه لو نون دو فيشي، السميه شنو بغيت نسميه، وكنختار ليه لومبلاسمون فين البلاصه بغيت نسجلو. وهذه حنا مثلا عندنا واحد التكست هو هذا. دابا مثلا اذا بغيت انا نسجل هذا الدوكيمون هذا، فردوا معايا البال، لان قلنا اول حاجه كنكتبوا في الدوكيمون ديالنا، ومن بعد ما كنكتبوا فيه ولا من قبل ما نكملوا الكتابه اللي فيه، خاصني انفو نبدا نكتب خاصني نفكر نسجل الدوكيمون ديالي. ردوا معايا البال، هنا الفوق مكتوبه عندي، كتبان لكم مكتوبه عندي دوكيمون 2، وهنا عندي مايكروسوفت وورد. دوكيمون 2 يعني هذا هو الدوكيمون رقم 2، لان الدوكيمون رقم 1 هو هذا اللي راني كنت شرحت لكم فيه الانترفاس. دوكيمون رقم 2 وهنا مايكروسوفت وورد. هذه البلاصه هذه سميتها لاباغ دو تيتخ، عقلوا عليها مزيان، سميتها لاباغ دو تيتخ. وهنا كي كتشوفوا مكتوب عندنا دوكيمون 2،
وقلنا هنا كتب عندنا مايكروسوفت السميه تاع الشركه، والوورد هو هذا اللوجيسيال اللي خدامين عليه. فمثلا اذا بغيت نسجل انا هذا الدوكيمون غاد نمشي نكليكي عند فيشي، غنلقى كاين عندي هنا اونغوجيستري وكاين عندي اونغوجيستري سو. الفرق ما بين هاد الجوجات هادو غادي نشرحو لكم من بعد، والاسئله اللي كيطيحوا في لونتروتيان غنبقى مره مره نقولهم لكم، لان بزاف ديال لي كيسيون كيسولون في لي زونتروتيان اللي كتبغي دوز اونتروتي في الشركه، تقول لي تنعرف نخدم بالمايكروسوفت وورد، يقول لك شنو الفرق ما بين اونغوجيستري واونغوجيستري سو. داكور، حنا تنعرفوا على ان اغلبيه الناس تيقول لك انا تنعرف نخدم بالمايكروسوفت وورد، ولكن في الحقيقه راه اغلبيه الناس ما تيعرفوش يخدموا به. ولهذا غتحاولوا تتبعوا معايا مزيان في هاد لا فورماسيون هذا، ولا خصوصا في هاد الحصه الاولانيه، لان الحصه الاولانيه اللي تيكون فيها لاباز ديال المايكروسوفت وورد. ركزوا معايا مزيان في الحصه الاولانيه باش كم تاخذوا مجموعه ديال المعلومات اللي هما مهمين. دونك حنا قلنا اونغوجيستري اونغوجيستري سو، اذا كنت غنسجل الدوكيمون ديالي اول مره فما كاينش فرق بيناتهم، اللي اختاريتي في هادو راه مزيانه. انا مثلا غنمشي نكليك عند اونغوجيستري، ردوا معايا البال، كليكيت عندها طلع عندي واحد الفنادق، ولكن الفنادق شنو مكتوب عندي فيه الفوق هنايا؟ كي كتشوفوا مكتوب عندي فيه اونغوجيستري سو، رغم انني انا كليكيت عند اونغوجيستري. غنفيرمي ونعاود هذه المره، نمشي نكليك عند الثانيه عند اونغوجيستري سو، وكي كتشوفوا طلع عندي نفس الفنادق اللي مكتوب عندي فيه الفوق اونغوجيستري سو. هذا كيبين لي على ان ما كاينش فرق ما بين اونغوجيستري واونغوجيستري سو اذا كنت غنسجل الدوكيمون ديالي اول مره، اذا كنت غنسجلو اول مره، لان من بعد ملي كنسجلو وتندير عليه شي موديفيكاسيون ديك الساعه تيولي فرق بيناتهم. على العموم حنا قلنا بلا راه ملي تنبغي نسجل شي دوكيمون كاين عندي فيه جوج الحاجات اللي مهمين. انا وريت لكم هنايا، قلت لكم كاين عندي جوج الحاجات اللي هما مهمين كي نبغي نسجل شي دوكيمون، اللي هما نون دو فيشي ولون بلاسمون. هادو الحوايج اللي هما مهمين بزاف. غنمشي ندير اونغوجيستري، والاشاره شوفوا معايا السامبول ديال اونغوجيستري اللي كتشوفوا فيه هنايا راه هو هذا هنايا كاين عندي في لاباغ دوتي داكسي رابيد اللي قلت لكم قبيله. نمشي نكليكي عندها، هي نفسها نيت جابت لي هذاك الفنادق ديال لونغوجيسترومون. قلنا كاين عندي فيه جوج الحوايج اللي هما مهمين، نون دو فيشي تيجيب لينا هو السميه ديجا سيليكسيوني، غادي نلحق ونكتب فيه مثلا انا غنكتب تيست تي اس اس تي، لان ديجا عندي دي دوكيمون بنفس السميه، داكشي علاش سميتو هاد السميه كومسا. دونك انا عطيتو لو نون دو فيشي وغنمشي نختار ليه لون بلاسمون. هنا هاد لاباغ دو ديفينمون عندك حق تختار لون بلاسمون فين باغي تسجليه، واش باغي تسجليه في البيرو مثلا، واش باغي تسجليه في الدي، واش دونك البلاصه اللي باغي تسجل فيها انت هي اللي بغي نسجلو في الدي. على العموم انا تو سامبلومون غنختار البيرو لانها داير تيست، رغم انني كنصح كاع الناس باش ملي بغاو يسجلوا الخدمه ديالهم خصهم ضروري يسجلوها في الدي. وغادي ندير لكم واحد الحصه اللي غتكون خاصه بانغوجيستري فينا بلاصه خصكم تسجلوا. دونك انا اختاريت البيرو وعطيت السميه اللي هي تيست، وهذو هما جوج الحوايج اللي قلنا مهمين، وتمشي نكليكي عند بوطون انغوجيستري. دونك نفيرمي الدوكيمون ديالي باش غنعرفوه بعدا قبل ما نفيرميه باش نعرفوه واش تسجل ولا ما تسجلش. فغتجيو تشوفوا معايا هنا الفوق قبيله كانت مكتوبه عندكم دوكيمون دو، ودابا تكتب داك لو نون دو فيشي اللي عطيتو اللي هي تيست كي كتشوفوا معايا هنايا. ان فوت بان لي تكتبات هنايا غنتاكد بلي راه بصح الدوكيمون ديالي راه تسجل. دونك غنفيرمي الدوكيمون ديالي دابا كومسا، وغنمشي نهبط نشوف واش بصح تسجل في البيرو ولا لا. دونك فوالا كتشوفوا معايا هو هذا الدوكيمون ديالي تسجل. ان شاء الله الرحمن الرحيم انا كتبت واحد الباراغراف، وهذا الباراغراف هذه غادي نشتغلوا عليها. لكن قبل ما نشتغلوا على هذا الباراغراف هذه، فبغيت نكوريجي واحد المجموعه ديال الاخطاء اللي هي شائعه عند الناس. دابا ملي كتكونوا مكتوبوا في الباراغراف ياك، كاين بارفوا سيستم ولا المايكروسوفت وورد كاين ديمو اللي تيسطر عليهم بلو فيغ، وكاين ديمو اللي تيسطر عليهم بلو غوج. والخطا الشائع عند الناس هو تيقول لك على ان راه اذا لورديناتور ولا اذا المايكروسوفت وورد سطر لي على شيء سطر على شي شي شي, شي مو معناتها راه خطا، وانما لا. فكي تنعرفوا هذا المايكروسوفت وورد فهو كاين فيه واحد الديكسيونير، داكور، عنده واحد الديكسيونير. اذا كتبنا شي حاجه وما كايناش في الديكسيونير ديالو كيسطر عليها، كيسطر عليها بالاحمر بيان سور. دونك بار اكزومبل انا سميتي متيقن انها كتكتب كومسا بوشعيب بحباح، انا متيقن انها كومسا ولكن هو سطر عليها بالاحمر، واش هذا كتعني على انها هي راها خطا؟ فنو، هي ماشي خطا، وانما غير هاد السميه وهاد الكنيه فهما ما كاينينش عنده في الديكسيونير ديالو، ما كاينينش في الديكسيونير ديال المايكروسوفت وورد. دونك اذا كتبنا شي مو شي كلمه وما كانتش في الديكسيونير ديال المايكروسوفت وورد فهو كيسطر عليها بلو غوج بحال كي كتشوفوا معايا كومسا. نقدر نكليكي عندها بلا سوري بوطون دروات تي بروبوزي عليا تيقول لي واش انت كتقصد بابا ولا باه باه، ولا تعطينا واحد المجموعه ديال البروبوزيسيون وتيقول لي هنا انيوري، تقدر تحيدها كاع تقول لها صافي غير خليها، وتقدر دير لها اجوتي او ديكسيونير.
فاذا درت ليها انا اجوتي او ديكسيونير ما غيبقاش يسطر على السيستم، صافي غيتعرف عليها ما غيبقاش يسطر عليها. هذا بالنسبه الاولانيه غنمسحها. دونك بالنسبه لي فلوغ هنا على سطر عليها بالخضر، اذا سطر على شي حاجه بلو فيغ فهذا معنيته ان كاين عندنا شي خطا في لوغتوغراف، يعني راه هذه الكلمه اللي راه كاينه في الديكسيونير ديالو وحتى فلوغ كاينه في الديكسيونير، ولكن هاد جوج الكلمات راهما متناسقينش مع بعضياتهم، داكشي علاش سطر عليهم بلو فيغ، لان غتكون عندنا هنا خاصنا اس ديال البلوغيال، الا كتبناها كومسا فما غيبقاش يسطر عليها. دونك هذا كان اونتر بارونتيز. نرجعوا للباراغراف ديالنا. دونك حنا كتبنا، انا ديجا كتبت واحد الباراغراف اللي غادي نشتغلوا عليها. الحصه اللي فاتت تعرفنا على ان هاد لي زونغلي اذا عقلتوا، وقلت لكم ان في الحصه ديال الانتروديكسيون بيان سور قلنا على ان هاد لي زونغلي شاك اونغلي عندها واحد المجموعه ديال لي جروب ديالها خاصين بها. لي جروب ديال الاكوي هما بريس بابي بوليس باراغراف ستيل موديفيكاسيون. اليوم غنحاولوا نتعرفوا على واحد المجموعه تاع لي كوموند اللي كاينين عندي في هاد الغيبون، ولا اللي كاينين عندي في هاد لي جروب. الغيبون راه هو هذا اللي كان ماسكيه الا درت دوبل كليك، وتنعاود نافيشي الا درت دوبل كليك، هادشي تكلمنا عليه في الحصه الفايته. دونك انتبهوا معايا، مثلا عندي هذا الباراغراف هذه اللي عندي هنايا، بغيت نكري وحده اخرى بحالها، يعني هذا الباراغراف بغيت ندير ليها كوبي كولي. اول حاجه غنشتغلوا عليها هي كيفاش نديروا كوبي كولي بطريقه صحيحه. دونك فالباراغراف اللي بغيت ندير ليها كوبي كولي، اول حاجه خصني ندير ليها لا سيليكسيون. لا سيليكسيون هي هذه. فقبل ما نديروا دابا كوبي كولي نتعلموا لا سيليكسيون بطريقه احترافيه. دونك اذا بغيت نكبر لكم شويه هذا، اذا بغيت نسيليكسيوني شي مو، حيت عندي شي كلمه بغيت نسيليكسيونيها، اسهل طريقه نمشي عندها وندير فيها دوبل كليك كوم سا. دونك تندير دوبل كليك كتسيليكسيوني الكلمه من الاول حتى الاخر ديالها. اذا بغيت نسيليكسيوني شي سطر، بغيت نسيليكسيوني واحد لا لين، دونك كنتقاد معاه اغوش سيغ لا مارش اغوش في الهامش على اليسر بيان سيغ، نبعد منه على اليسر حتى كيبان لي فلاش ابيض، وتنكليكي مره واحده كيتسيليكسيون السطر كامل. اذا بغيت نسيليكسيوني الباراغراف من البدايه ديالها حتى النهايه ديالها، فتنتقاد مع الباراغراف وتندير دوبل كليك، واحد اثنين كتسيليكسيوني الباراغراف كامل. دونك تقدر دير بوز الفيديو وتعاود هاد لي زيتاب هادو باش كوم سا ما نضيعوش الوقت حنا في الاعاده ديالهم، وباش كوم سا انت تولف عليهم. دونك بالنسبه لا سيليكسيون راه مزيانه. اذا بغيت نكوبي هاد الباراغراف اللي بغيت ندير ليها كوبي كولي، غنتقاد معها في الهامش، ندير دوبل كليك باش ندير ليها لا سيليكسيون. اغلبيه الناس تيكليكيو بوطون دروات و تيبداو يقلبوا هنايا. انا تنقول لكم اسهل طريقه هو نمشي عند كوبي. هي كاينه عندي هنايا، كاين عندي كوبي وكاين عندي كوبي. شنو الفرق ما بين هاد الجوجات؟ كوبي اذا كليكيتي عندها معنيتها كتقول للسيستم، كتقول للمايكروسوفت وورد، كتوصيه كتقول لي شوف خذ واحد النسخه خزنها وخلي هاد الباراغراف عندي نبقى نشوف فيها. هاد كوبي اذا كليكيتي عندها شنو معنيتها؟ معنيتها كتقول لي خذ واحد النسخه خزنها وحيدها من قدامي ما نبقاش نشوف فيها. مزيان. دونك دار كوبي خزنها و وما بقاش كيبينها قدام. انا رجعت الباراغراف ديالي دونك باردون. الور دونك غادي نمشيو نشوفوا كيفاش نديروا كوبي كولي لهذا الباراغراف، نديروا ليها كولي تحت منها، نصوب واحد ثلاثه ديال لي باراغراف مثلا. دونك غندير دوبل كليك، غنمشي كليك عند كوبي هي اللي غنشتغلوا عليها، تندير كوبي وغنوقف على فان وغنمشي نكليك عند كولي. كولي ما تكليكيوش عندها هنا لتحت، نكليك عندها الفوق هنا، كليكي عندها واحد اثنين ثلاثة. دونك شحال ما بغيت كنكليكي عندها غيبقى غادي ويعطيني في لي باراغراف. هذه أسهل طريقة باش ندير كوبي اي كولي. غنعاود العملية. دونك الباراغراف ديالنا هي هذه موجودة، غندير ليها لا سيليكسيون، نمشي نكليكي عند كوبي، نوقف على فان اذا ما كانش عندي شي سطر على فان، نوقف في الاخر كوم سا وندير اونطري باش نرجع للسطر، ونمشي عند كولي نكليكي عندها شحال ما بغيت من مره، واحد اثنين ثلاثه مثلا. سي بون مزيان. دونك انا دابا كتبت واحد التكس، نتخيلوا راني كتبت واحد التكس. دابا سيبوزون انا كتبت هاد التكس هذا كامل، ومني كملت التكس تفكرت بلي راني ما صوتش لو تيتر. نورمال لو تيتر فين تيكون؟ تيكون الفوق وتيكون الوسط. كيفاش غنكتب لو تيتر؟ غنجي نديبلاسي الكيرسور حيت الا بغيت نكليكي هنا باش نكتبو هنا ما تيبغيش، واذا ما رديتيش البال ودرتي هنا دوبل كليك غيدخلك لواحد البلاصه اخرى سميتها اونتيس، اللي هي بعيده كل البعد على داكشي اللي باغي نصوبو، تنديرو ليها فيرمي من هنايا. دونك اذا بغيت نكتب لو تيتر غنديبلاسي الكيرسور او ديبي دو باراغراف، وغندير واحد اونتري باش يتزاد عندي واحد السطر الفوق، وغنمشي هو اللي غنكتب فيه
لو تيتر، لو تيتر غنديرو حنايا هي مثلا غنكتبو فورماسيون، فورماسيون بيوغوتيك، هذا هو لو تيتر اللي غادي نكتبو مثلا. دونك لو تيتر باش نجيبوه الوسط شنو غادي نديرو؟ تنتقاد معاه في الهامش، ندير ليه لا سيليكسيون ديالو، وتنجي عند جروب باراغراف. شفتو جروب باراغراف؟ الاشاره فاي كوموند كتبان لكم بلورونج باللون البرتقالي فكتعني ان هذه الكوموند راه هي اللي خدامه. فهنا الكوموند اللي واقف عندها دابا هنا هذه راه اكتيفي وهذه اكتيفي. الاشاره هاد الجوجات هادو، هذه اذا كنت كنكتب بالفرنسيه خاصها هي اللي تكون اكتيفيا، واذا بغيت نكتب بالعربيه خصني نجي نكليكي عند هذه باش الكتبه تولي من اليمين تمشي لليسر. هذه من اليمين تمشي لليسر، وهذه من اليسر تمشي لليمين. اذا وقفتي عند كل كوموند فكيتكتب لك لتحت واحد الكومونتير كيشرحوه لك فيها. بحال مثلا اذا وقفت عند هذه كاتبين لي تما اوريونطاسيون دو تيكس، دو تيكس دو غوش ا دروات، دونك الا بغيتي دوز الكتبه من ليسر لليمين، وهنا العكس ديالها اوريونطاسيون دو تيكس دو دروات ا غوش. دونك باش قلنا نديبلاسي الكيرس، باش نديبلاسي لو تيتر نجيبو الوسط، هذه سميتها الين لو تيكس ا غوش. شفتوا معايا؟ اذا مشيت عند هذه كليكيت عندها سميتها الين لو تيكس ا دروات، راه دوزاتو على اليمين. واذا جيت عند هذه الوسطانيه فهي سونتري باش نجيب لو تيتر نحطو الوسط. هذه هي الطريقه الصحيحه باش نديبلاسي لو تيتر او سونتر ديال لاباج. دونك من بعد ما شفنا كوبي كولي، ومن بعد ما شفنا ديبلاسمون ديال لو تيتر، فاول حاجه غنتعرفوا عليها دابا هي لا ميزون فورم. شنو هما لا ميزون فورم؟ لا ميزون فورم بالدارجه هما كيفاش نتهلا في هذا لو تيكست ديالي، كيفاش نكبر الكتبه، لا بغيت نصغرها، لا بغيت مثلا ندير واحد لي سباس من بين جوج ديال لي باراغراف، لا بغيت مثلا نبدل اللون تاع الكتبه. دونك هادو كاملين كيتسماو لا ميزون فورم. في لا ميزون فورم تنبدل اربعه ديال الحاجات، اربعه ديال لي زيليمون اللي مهمين خصني ضروري كنبدلهم في لا ميزون فورم. انا غنخدم على لو تيتر ونفسي نقدروا نشتغلوه على لي باراغراف. غنتقاد مع لو تيتر اغوش سيغ لا مارج، في الهامش دائما على اليسر نكليكي مره واحده باش نسيليكسيون لو تيتر. شوفوا معايا هاد لي كوموند اللي كاينين عندنا هنايا في جروب بوليس، اذا ما فهمناهمش مزيان، مثلا ما فهمناش هاد الجي شنو هي، شنو معنيت اي، شنو معنيت اس، فاذا ما فهمتهمش كنجي لعند هاد الفلاش صغاور سميتو افيشي لا بوا دو ديالوغ بوليس. شنو معنيت افيشي لا بوا دو ديالوغ بوليس؟ معنيتها افيشي لي ديتاي ديال هاد 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 لي سامبول اللي مكتوبين هنايا، يعطيني لي ديتاي ديالهم. مزيان؟ دونك اذا كليكيت عنده غنلقى هذيك الجي، داكور؟ اش غنلقى عندي هنا؟ كاين عندي بوليس، ستيل دو بوليس، لا تاي، وكاين عندي هنايا كولور. هادو هما اربعه ديال لي زيليمون اللي مهمين الا بغيت نبدلهم في لا ميزون فور. نقدروا نبدلوهم من هاد البلاصه او ندير فيغمي، انا غنوريهم لكم من هنايا بطريقه سهله. اول حاجه اللي بغينا نبدلو هو الخط. الا بغيت نبدل الخط كنفتح هاد لا ليست هادي، تلقى كاين عندي هنا واحد المجموعه ديال الخطوط. اللي وقفتي فوق منه بلاصوري هي تدوز فوق منه بلاصوري كيتبدل الخط. نختاروا شي خط اللي يكون كيتقرا، مثلا اذا مشينا عند هذا فما كيتقراش، ما نقدروش نختاروه، نقلب على شي خط اللي مزيان واختار انت شي خط اللي هو مزيان وبقى ديما تخدم عليه. بالنسبه لي انا كيعجبني هذا الخط هذا اللي هو سميتو كامبريا، عزيز عليا نخدم به. غنمشي نكليكي عنده، فانا اختاريت واحد النوع ديال الخط. بالنسبه لهذا الكوموند رقم جوج هي لاطاي، عندنا لاطاي، يعني هذا لاطاي اللي بغيت ندير هذا لو تيتر هذا شحال بغيت يكون فيها. ممكن نختار لاطاي اللي بغيت من هنايا، او نبقى نكليكي عند هذا هاد ا ماجيسكول فيها فليش كيشوف الفوق، يعني غتبقى تزيد بلا طاي، كتزيد بالجوج بالجوج، او اللي حداها الا بغيت نقص من لا طاي غادي تنقص بالجوج بالجوج. بالنسبه لو تيتر تيكون كبير غنخليوه كبير، لو تيتر على هذا الشكل هذا مثلا. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه شفنا هي لا طاي. ثالث حاجه كاين عندنا هنايا هي لو ستيل. دونك لو ستيل نديرو غا، هاد جي معناتها غا يعني كتزاد في الكتابه ديالها، كتزاد في السمك ديالها. اذا ما بغيتش كاع كاين عندي هنا ايطاليك، لا بغيت الكتابه نديرها مايله. الاشاره اللي كليكيت عندها كتاكتيفا، واذا عاودت كليكيت عندها غاديزاكتيفا. انا كليكيت عند عندك غا تاكتيفات، نعاود نكليكي عندها غادي ديزاكتيفا. اي نكليكي عندها تاكتيفا، نعاود نكليكي عندها غادي ديزاكتيفا. دونك بالنسبه لو تيتر غنخليه هنا اون غا باش يكون مختلف على لي باراغراف، ولا طاي ديالو ديجا اختاريناها كبيره. دونك من بعد اذا بغيت نسطر على لو تيتر غنجي عند هاد اس معناتها سوليني، ونفتح لا ليست ونختار لو ستيل اللي بغيت نسطر به. عندي بزاف ديال الاشكال، نختار الشكل اللي بغيت نسطر به. دونك غنختار مثلا انا هاد جوج سطور هادو، نكليكي عندهم ها هو سطر ليا على لو تيتر. واذا بغيت نبدل اللون تاع هذاك السطر
فنعاود نكليكي في نفس البلاصه ونهبط لتحت عند كولور دو سولينمون، ونختار اللون اللي بغيت نسطر به. انا نختار مثلا نسطر به ازرق مثلا، لو بلو مثلا سطرت به. دونك هذا بالنسبه اللي كيتعلق بالنسبه لي باراغراف، بالنسبه باردون، بالنسبه لا ميز اون فورم. نسيت حاجه وهي كولور دو تيكست. الا بغيت نبدل اللون ديال ليكريتور، اللون ديال الكتابه ولا اللون ديال الحروف، فغندير لا سيليكسيون وغنجي عند هاد ا، هادي شفتوها ا سميتها كولور دو بوليس الاشاره. باردون راه كاين فرق ما بين هادي مع هادي. دونك هادي هادي الا بغيت نسبيسيفي، الا بغيت نحدد شي كلمه وسط من باراغراف ممكن نبدل ليها اللون. اما بالنسبه لهادي تنبدل اللون ديال الكتابه كامله. غنفتح لا ليست ونختار اللون اللي بغيت نكتب به. انا اختار مثلا كتبت بلو فيغ مثلا هو اللي غادي نكتب به اي مثال. دونك كوم سا انا ابليكيت واحد المجموعه تاع لا ميزون فورم على هاد لو تيتر. دونك ندير لا سيليكسيون مثلا الباراغراف بغيت نابليكي على لا ميزون فورم، تندير ليها لا سيليكسيون دوبل كليك. اذا بغيت نبدل ليها الخط قلنا غنفتح لا ليست ونختار الخط اللي بغيت. هاد البلاصه كنختار منها لا طاي اللي بغيت نكتب بها، انا درت مثلا 14. قلنا هنا تندير واش غا ولا ايطاليك، ندير مثلا ايطاليك كتبه مايله. سوليني ما غنوظفوهاش هنا حيت ما يمكنش الباراغراف يكون كلها غادي نسطر عليها، دونك نو ما تنسطروش على لي باراغراف. دونك قلنا اربعه ديال لي زيليمون خصكم تبدلوهم، تنبدلو الخط، تنبدلو لا طاي، تنبدلو لو ستيل، وتنبدلو لا كولور. دونك لا كولور ديكريتور الا بغيت نبدلو غنبدلو من هنايا، بيان سور تختار اللون اللي بان لك مزيان. انا كنعطي غير اكزومبل. دونك هذا كل ما يخص لا ميزون فور. دونك غادي نشوفوا مثلا باش نكمل لكم هاد لي كوموند اللي هنايا، نكمل لكم لي كوموند اللي مهمين هنا. نشوفوا المعنى تاع هاد الجوجات هادو شنو معنيتهم. فهاد الجوجات خاصين غنهبط لتحت ونكتبهم لكم، خاصين باياش بارفوا كنبغي نكتب هذوك الاختصارات. مثلا اللي بغيت نكتب برومي واحد حداها ار او، هي تنديروا اسباس تيهز يحطها الفوق، هذه معروفه. لكن اللي بغيت نكتب مثلا دوزيام، هذه ما غيعرفهاش السيستم، غنكتب دوج ام او دوزيام كوم سا. في هذه الحاله مثلا الا بغيت هذيك او ام او نديرها حتى هي الفوق، شنو غندير؟ غادي نجي نسيليكسيوني هاد او ام او، تندير ليها لا سيليكسيون، وتنجي عند اكس اس 2 نكليكي عندها باش تطلع الفوق، ونعاود نوقف حداها ونحيدها. ضروري خصني نحيدها، علاش؟ باش اذا بغيت نكتب الكتبه تولي تبان الكتبه كبيره. سي بون، غنعاود نفس ليكزومبل. مثلا بغيت نكتب 10 كيلومتر مربع، 10 كيلو متر مربع، غادي نسيليكسيوني دوك الجوج، الجوج غندير ليها لا سيليكسيون ديالها، وغادي نمشي نكليكي عند اكس اس 2 ونعاود نوقف حداها ونحيدها. ضروري خصني نحيدها، علاش؟ باش الكيرسور يرجع كبير. شوف اذا ما حيدتهاش اش غيوقع؟ الكتبه غتبقى غاديه صغيوره. دونك داكشي علاش خصني ضروري نعاود نكليكي عندها باش تحيد. مثلا بغيت نكتب اش دو زو، اش دو زو، وهاديك دونك بيان سور ديال الا بغيت هذيك الجوج نصغرها ندير ليها لا سيليكسيون، ونجي نكليك عند اكس انديس 2 باش تهبط لتحت. دونك هذه سميتها اكسبوزون وهذه سميتها انديس باش نهبطوها لتحت. الوغ بالنسبه لهذا الكوموند اللي بقات هو اللي بغيت شي كلمه نسطر عليها. انا اختار مثلا واحد الكلمه اللي هي بيغوتيك مثلا، ندير فيها دوبل كليك نسيليكسيونيها، وغنجي نكليك عليها انا غيدوز وسط منها واحد سطر. وبالنسبه لهذا الكوموند هذه، اذا بغيت مثلا هاد كلمه اورديناتور بغيت ندير ليها واحد اللون باش تجي باينه كوم سا. صافي مزيان. دونك هذا كل ما يتعلق بالنسبه لا ميزون فور. الوغ بقاو لي هنا جوج ديال لي كوموند اللي هما مهمين، هذه غنهضروا عليها من بعد. جوج ديال لي كوموند اللي هما مهمين قلنا هما هاد الجوجات هذا. دونك نتابع معايا هاد الباراغراف، غنحيد هادشي اللي صوب دابا نحيدهم، ندير لا سيليكسيون تاع هاد الباراغراف. دونك هاد الباراغراف حنا كتبناها لان باغ ديفو السيستم ملي تيكون يكتب تيكتب او مينيسكول. سيبوزون انا كتبت هاد الباراغراف وساليتها، وعاد قالوا لي مثلا في الخدمه بار اكزومبل قالوا لي نو هاد الباراغراف حنا بغيناها تكون مكتوبه او ماجيسكول. واش غنمسح انا هاد الباراغراف ونعاود نكتبها او ماجيسكول؟ نو. شنو غندير؟ غندير ليها لا سيليكسيون، وغنجي عند هاد الكوموند سميتها موديفي لا كاس، شفتوها سميتها موديفي لا كاس، نكليكي عندها. عندي هنايا ماجيسكول اون ديبي دو فراز، هي اللي تكتب بها السيستم باغ ديفو، تكتب ليها الحرف الاولاني ماجيسكول. عندي هنا مينيسكول، اذا كليكيت عندها كلشي كيرجع مينيسكول، كاع الكلمات يرجعوا مينيسكول. وعندي هنايا ماجيسكول، اذا كليكيت عندها الكتبه كامله غترجع او ماجيسكول. عندي هنايا مثلا بروميي لتر ديمو او ماجيسكول، الحرف الاول من كل كلمه او ماجيسكول. هذه تنخدموا بها مثلا بحال بغينا نكتبوا مثلا ديك او اف بي بي تي. دونك رجع السطر باش نشرح لكم مزيان. عندنا مثلا او اف
بي بي تي اللي هو التكوين المهني. نورمالمون هذه راه هي اوفيس دو لا فورماسيون بروفيسيونيل اي دو لا بروموسيون دو ترافاي. دابا الا بغيت هذه الجمله نكتبها كامله فخاص الحرف الاولين من كل كلمه نكتبه ماجيسكول، او نكتبها عاديه ونجي ندير ليها لا سيليكسيون ونختار ليها هنايا بروميي ليتر ديمو او ماجيسكول. انفيرسي لا كاس العكس ديالها، يعني الحرف الاولاني غيكون مينيسكول والثاني ماجيسكول، وهذه ما تنخدموش بها. لا سيليكسيون تاع الباراغراف ديالي غادي نرجعها عاديه اللي هي ماجيسكول اون ديبي دو فراز اللي تكتب بها السيستم باغ ديفو. دونك بقات ليا كوموند وحده هي هذه الكوموند هذه، هذه سميتها ايفاسي لا ميز اون فورم. نقدر نسيليكسيوني التكست ديالي كامل داكور ونكليك عند هذه الكوموند غيحيد ليا كاع لا ميز اون فورم بحال يلاه كتبت لو تكست ا زيرو، بحال يلاه كتبت لو تكست ا زيرو. دونك نرجعو كي كان باش نكمل التتمه ديال الخدمه. دونك بالنسبه لغرو بوليس سالينا معاه. الور هنا جروب ديال بريس بابي بقات لي هاد الكوموند هادي غادي نشرحها لكم واخا ماشي وقتها ولكن ندوزها مع الكلام. دونك بار اكزومبل انا غنجي نصاوب واحد لو تيتر هنايا، غنكتب مثلا فورماسيون بيغوتيك، فورماسيون بيغوتيك مثلا. اي المثال هذا فورماسيون بيغوتيك، دونك اوتوماتيكمون عطاتني هي لا ميزون فورم تاع الباراغراف الفوقانيه. دابا تخيل معايا انا هاد فورماسيون بيغوتيك بغيت نحطها حتى هي الوسط وبغيت ندير ليها اللون اخضر وبغيت نسطر عليها جوج سطوره، كاع داكشي اللي درت في هاد لو تيتر داكشي اللي درت هنا بغيت نابليكي على هادي، فصعيب باش نبقى نعاود في داكشي كاع كامل. ولهذا شنو غندير؟ غادي نتقاد مع الاولانيه ندير ليها لا سيليكسيون وغنمشي عند هاد الكوموند سميتها غو برودويغ لا ميزون فورم، زعما هاد لا ميزون فورم غتعاود تصاوبهم ليا لشي بلاصه واحده اخرى. تنجي نكليكي عندها مره واحده ونتقاد مع داكشي اللي بغيت، مثلا بغيت انا هادي نرجعها بحالها نتقاد معاها ونكليكي مره واحده فغيرجعوهم جولات بحال بحال. هذا كان حتى هي اونتر بارونتيز. دونك تتم دونك مثلا انا هذا لو تيتر هذا اللي صوت مثلا بغيت نصوب ليه واحد الاطار، بغيت نصوب ليه واحد الاطار كون داير عليه مثلا، شنو غندير؟ غندير لا سيليكسيون تاعو وغنجي هذه المره عند جروب باراغراف جلوب بوليس سيليت منه غنجي عند جروب باراغراف. اذا بغيت نصوب ليه واحد الاطار غنجي عند هذا الكوموند سميتها بوردور، شو نكليكي عندها ونهبط لتحت عند بوردور اتخام. اغلبيه الناس كيجيو يكليكي عندها تو لي بروغرام وها هو هنا راسو، لكن من الاحسن نجي عند بوردور اتخام ونختار واحد ربعه ديال لي زيليمون مهمين. ربعه ديال الحاجات اللي تنبدل لو تيب ستيل كولور لارجور. دونك لو تيب نشرحهم، عندنا هنا اوكان يعني ما كاين حتى بوردور يعني ما كاين حتى اطار، انكادرومون انكادري يعني الا بغيت لو تيتر غادي انكادريه يجي واحد الاطار ديالو عادي، اومبر يعني هذاك الاطار غيكون عنده الظل او الخيال، 3 دي يعني 3 ديمونسيون ما غاديش باينه هنايا، بيرسوناليزي يعني على حساب شنو بغيت. بغيت مثلا ندير هذا لو تيتر هذا بغيت نصوب ليه اطار غير الفوق والتحت صافي الجناب بلاش او العكس، هذه معنى بيرسوناليزي يعني تنشخص على حساب كيف بغيتو انا. الور نمشي نختار انا مثلا هنا اومبر ونجي عند لو ستيل، عندي بزاف ديال لي ستيل نقدر نصوب بهم هذاك الاطار، اختار لو ستيل اللي بان لك مزيان. انا نختار هذا الستيل هذا مثلا، هنا عندي كولور اللون باش بغيت نصوب هذاك السطر نختار لو غوج باش يجي باين مزيان مثلا. هنا عندنا لارج يعني لارج السمك ديالو بغيت نزيد ولا نقص منه مثلا، غندير انا نقص منه بزاف كاع مثلا كوم سا. دونك بدلت لو تيب ستيل كولور لارجور وغادي ندير اوكي. دونك تيولي عندي كوم سا، يعني انا صوبت واحد الاطار على هاد لو تيب هذا. دونك بالنسبه لي باراغراف تا هما بغيت نصوب ليهم شي اطار نفس الشيء، ندير لا سيليكسيون نمشي عند لي بوردور وغنختار قلنا غنختار مثلا اونكادغومون عاديه وغنختار ليها مثلا واحد الخط اللي هو سامبل، نختار مثلا بون اي واحد اختاريته من على العموم انا غادي ندير دابا اير تيست نشوما اختار اللي يعجبك من عندك الوقت الكافي ديالك. غنختار هذا مثلا غنختار ليه شي لون مثلا، كنختار شي حاجه باش نشرح لكم. شوفوا معايا ملي غنمشي عند لارج ما غنلقاش لارج، علاش؟ لان هاد لو ستيل هذا اللي اخترت ما عندوش لارج ديالو، ديري لي 3 بوين هي اللي كاينه صافي وغندير اوكي، فغيتصوب لي واحد الاطار على الباراغراف الا بغيت ندير ليها شي اطار. دونك اذا بغيت نحيد هاد البوردور راه بالطريقه باش صوبتهم باش غنحيدهم، مثلا الباراغراف بغيت نحيد ليها البوردور ديالها نفس الشيء غندير ليها لا سيليكسيون ديالها وغنمشي عند لي بوردور وغنختار اوكان وغندير اوكي وها حنا سالينا معاها مزيان. واخا دابا غنمشي ندير غنعاود ندير البوردور لهذا الباراغراف نطيحكم في واحد الخطا ونشوفوا نلقاو ليه الحل ديالو. غنمشي نصوب ليه لي بوردور ديالها اللي هما سامبل نخليهم سامبل وندير ليه اوكي.
واخا اغلبيه الناس، اغلبيه الناس ملي كيبغيو يديروا اسباس ما بين جوج ديال لي باراغراف تيوقف على فان وتيدير اونتري صافي، هو دار مسافه ما بين هذه وهذه مزيان. ولكن اللي قلت لك انا دير لي مسافه ما بين لو تيتر مع برومي باراغراف، شنو غادي دير؟ غادي تجي توقف هنا وغادير اونتري، شنو غيوقع لك؟ يعني الاطار تزاد فيه، يعني راه الطريقه اللي كيديروا الناس باش كيبغيو ملي كيبغي يدير مسافه ما بين جوج ديال لي باراغراف ولا جوج ديال السطوره ملي كيجي يدير اونتري فهي طريقه غير صحيحه. داكور، ها انتم شوف معايا ملي غندير اونتري هنا، شوف حيت دابا اصلا ما بيناش، ما تيبانش لي راه كاينه، ما كيبان لي راه كاينه مسافه. الا جيت انا اكتيفيت كوم سا كليكت عند هذا الكوموند تيبان لي بالله هنا راه نورمال خاص شي سطر يتكتب، هذه راه معنيتها شي باراغراف خاصها تكون هنايا. نعاود نحيدها. دونك فالاصل كيفاش ندير مسافة ما بين جوج ديال الكلمات؟ الأصل كيفاش ندير مسافة ما بين جوج ديال الكلمات؟ إلا بغيت ندير مسافة ما بين جوج ديال لي باراغراف ولا جوج ديال السطورة، فخصني أول حاجة ندير لا سيليكسيون وغنأفيشي لا بواد دو ديالوغ باراغراف، هي هادي شو معايا، نكليكي عندها وغنجي لتحت عندي إسباسمون. هذه هي الطريقة الصحيحة باش خصنا نديرو إسباس ما بين لي باراغراف، هذه هي الطريقة الصحيحة 100%. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجي هنايا وغادي نقول ليه مثلا عندي اسباسمون، تيقول لك واش بغيتي اسباسمون افون ولا بغيتي ابخي؟ واش بغيتي اسباسمون افون؟ شنو تقصد بافون ابخي؟ يعني واش بغيتي قبل من لا سيليكسيون ولا ابخي لا سيليكسيون؟ حنا بغيناه من بعد لا سيليكسيون. عندي جوج ديال لي فلاش، واحد فوق واحد لتحت، نبدا نكليك عند الفلاش الفوقاني غيبدا يزيدني في 6 ب 6 حتى غدار لي واحد المسافه ما بين هذاك لو تيتر والباراغراف الاولى، وغندير اوكي. فدابا دارت لي واحد ليسباس ما بين لو تيتر والبرومي باراغراف، واحد ليسباس اللي هو صحيح 100%. واذا بغيت نحيد هذا ليسباس فبالطريقه باش صوبتو باش نحيدو، ندير لا سيليكسيون افيشي لا بواد دو ديالوغ باراغراف، وغنمشي هنايا نمسح هاد 48 وغندير في بلاصتها 10. سيستم باغ ديفو كيدير اسباسمون ديال 10 ديال لي بوان، هذيك بي تي معناتها بوان. دونك نرجع نكمل هاد لي بوغدوغ اللي كنت كنصوب فيهم. عرفنا دابا كيفاش نصوبو لي بوغدوغ، الا بغيت نصوبهم لو تيتر ولا بغيت نصوبهم الباراغراف. هاد المره ما غادي نسيليكسيوني حتى حاجه وغنمشي عند بوغدوغ هنايا وغندوز عند بوردور دو باج على حساب باش نصوبهم الصفحه كامله. بوردور دو باج حيت استخدمنا لي بوردور هما هادو، دابا دزنا عند بوردور دو باج نفس الشيء. عندنا فيهم لو تيب نختاروا لو تيب اللي بغينا، وعندنا لو ستيل نختاروا لو ستيل اللي بغينا، عندنا كولور نختاروا اللون اللي بغينا نتراسيو به، وعندنا لارج بيان سور نختاروا لارج، وغندير اوكي. اربعه ديال الحاجات اللي بدلنا، وغنلقى دابا الباراغ الباج عندي كاع كامله راه ولاو فيها لي بوردور كي كتشوفوا معايا. واذا مشيت من الصفحه الاولى عند الصفحه الثانيه فغنلقاه ديجا هانتوما، اذا مشيت عند الصفحه الثانيه غيسبقني هو ويوجد لي عاوتاني، غيسبقني ويوجد لي هذيك البوردور. اذا بغيت نحيد هذا البوردور بالطريقه باش صوبتهم باش نحيدو، نمشي عند لي بوردور ندوز عند بوردور دو باج وغندير اوكان ونعاود ندير اوكي، ها هما تحيدوا لي بوردور. نعاود نمشي عند لي بوردور وغندوز عند بوردور دو باج. شوفوا معايا هاد المره ما غنبدل حتى حاجه بدوك الربع اللي قلت لكم قبيله، ما غنبدل فيهم حتى حاجه، غنمشي مباشره لتحت. هنا عند موتيف كان عندي واحد المجموعه ديال لي ستيل، هاد لي ستيل هادو ماشي بروفيسيونيل، يعني ما تنديروهمش في الادارات مثلا بحال هنا عندنا ورد، ولكن تنخدموا بهم الا كان عندنا شي دوكيمون بيرسونيل، شي حاجه ليتر مثلا، شي انفيتاسيون ديال العرس، عيد ميلاد، انسو دو سويت، نقدروا نخدموا بهاد لي ستيل هادو. دونك مثلا اذا خدمنا بشي ستيل من هادو باغ اكزومبل، غنختار انا هاد لي فلور مثلا وغندير اوكي، فكيجيو مصوبين ليا الباج ديالي على هاد الشكل هذا. وسط منهم راه كاين معاهم دي ستيل ادمينستراتيف ديال الاداره، ماشي عند بوغديور اتخان مثلا. هاد الستيل هذا كاين عندنا هنا دي ستيل ديال الادارات بحال هذا مثلا، بحال هذا كوم سا. دونك هاد لي ستيل هادو هما تيديرو بزاف الناس في السي في ديالهم، وكيديرو بزاف الناس في لي زاتيستاسيون، بغاو يعطيو دي زاتيستاسيون. هاد لي ستيل تا هما راهم مزيانين وخاصين باياش، خاصين بلي دوكيمون ادمينستراتيف مزيان. دونك شوفوا معايا هاد المره غادي نسيليكسيوني لو تيتر باش نكمل هاد الكوموند هادي. غندير لا سيليكسيون تاع لو تيتر وغنجي عند هاد الكوموند اللي هي لي بوغدور. شفنا بوغدور، شفنا بوغدور دو باج، دابا غنمشيو عند ترام دو فون. ترام دو فون كاين عندي هنايا غومبليساج فيه اوكين كولور، ما كاين حتى لون. غومبليساج هو اللون اللي تيكون في الخلفيه، اللون لداخل زعما باش نعمر، باش غنعمر اللون اللي غنعمرو به هاد الاطار هذا. نفتح لا ليست نختار شي لون يكون بارد وما نكونش كاتب به، نختار مثلا صفر غير باش يجي بين مزيان لي كومون، وغندير اوكي. دونك تيجي على هاد الشكل هذا.
نصوب بغيت نحيدو بنفس الطريقه، ندير لا سيليكسيون، نمشي عند لي بوردور، ندوز عند بوردور، ندوز عند تران دو فون، نفتح لا ليست، نختار اوكين كولور وندير اوكي. نقدر نصوبو من بلاصه اخرى بلا ما نمشي عند لي بوردور، نجي مباشره حداهم على اليسار، كاين عندي تران دو فون، نفتح لا ليست ونختار اللون اللي بغيت، نقدر نصوبو من هنايا. دونك كي كتشوفوا معايا بالنسبه للوتيتر عندي فيه جوج كلمات صغارات، ولكن بالنسبه للاطار طويل، شاد ليا من هنا حتى لهنايا. في حاله اذا بغيت ننقص من هذا الاطار شنو غندير؟ غندير لي لا سيليكسيون ديما، نتقاد معايا على اليسار في الهامش نسيليكسيونيه، وغادي نمشي نافيشي لا بواد دو ديالوغ، لا بواد دو ديالوغ باراغراف. تحت كنا قبيله شفنا هنا اسباسمون، فوق منهم كاين عندي هنايا غوتخي، عندي فيه افون لو تيكست وابخي لو تيكست. شنو هو الغوتخي؟ هو انا بغيت ننقص من هاد الجناب هادو، انا بغيت ننقص منهم. افون لو تيكست يعني تيقول قبل الكتبه، غنقول ليه مثلا قبل الكتبه سيليكسيوني الزيرو، وغنقول يدير ليا مثلا 4 سنتيم، نقص لي 4 سنتيم قبل الكتبه و 4 سنتيم من بعد الكتبه، وغندير اوكي، غيبان لكم تنقص ليا من هاد الجناب هذا. دونك بالنسبه لهاد لي كوموند اللي بقاو لينا، غنحاول مثلا نشوف هاد الكوموند هذه اللي كتبان لكم. هاد الكوموند سميتهم لي زانتيرلين، لي زانتيرلين. حنا كنا شفنا الا بغينا نديرو اسباس ما بين لي باراغراف، كنديرو لا سيليكسيون تاع الباراغراف، وتنمشي نافيشي لا بواد دو ديالوغ باراغراف، وتنجي عند اسباس ممكن عندي هنايا. هذه الا بغيت ندير اسباس ما بين جوج ديال لي باراغراف، يعني مثلا ما بين لو تيتر والبرومي باراغراف. لكن مثلا انا هذا الباراغراف اللي كاين عندي هنا، هذا الباراغراف رقم واحد، اذا بغيت ندير واحد لي سباس ما بين السطوره ديالها، يعني نبعد غير ما بين سطر وسطر، ماشي اسباسمون، وانما كيتسموا لي زانتيغلين. فنقدر ندير اسباسمون بيناتهم من عند جروب باراغراف، كاين عندي هاد الكوموند سميتها لي زانتيغلين. كنفتح لا ليست، انا باغ ديفو خدام 1.15. اذا بغيت ننقص المسافه بيناتهم، شوفوا معايا هنا اي بان لكم تنقصات، او اذا بغيت نزيد تنبقى نزيد في المسافه ما بين لي لين، وهادو كيتسموا لي زانتيرلين. نقدر نختار مثلا 1.50 باغ اكزومبل، اتبان لي دارت واحد المسافه ما بين لي لين ديال الباراغراف. دونك هادي راها مختلفه على اسباسمون اونتخ لي باراغراف. اسباسمون اونتخ لي باراغراف كنديرو قلنا ما بين كل باراغراف على هاد الشكل هذا، قلنا تنجيو هنا وتندير اسباسمون وتندير اوكي. فهذه مسافه ما بين جوج ديال لي باراغراف، اما هذه فهي مسافه ما بين مجموعه ديال الاسطر. دونك بقات لي هاد الكوموند حتى هي سميتها جيستيفي. ردوا معايا البال لهذا الباراغراف، ديما غنخدم على باراغراف رقم واحد. غنانيولي هذيك لاكسيون، انيولي اخر حاجه درت، الا بغيت نعاود نرجعها. دونك هاد جوج ديال لي فلاش، هذا سميتو انيولي اكسيون، اخر حاجه درت اللي بغيت نحيدها، والفلاش اللي تيكون حداه اللي بغيت نعاود نرده. دونك نتابعوا معايا، غندير لا سيليكسيون تاع البرومي باراغراف، وغنمشي عند هاد الكوموند اللي هي جيستيفي. هاد جوج كنا ديجا شفناهم، قلنا هذه كدوز لنا التكست على اليسار، هذه كدوزو على اليمين، هذه كتجيب الوسط. كنا خدمنا بهم لو تيتخ، اذا عقلتو واللي ما بقاش عاقل مزيان دائما يرجع للفيديو اللي قبل. دونك غنمشيو دابا عند جهه جيستيفي هذه، شوفوا معايا شنو الدور ديال هاد جيستيفي هذه. اذا كليكيت عندها ردوا معايا البال، غيبان لكم هاد النهايه تاع كل سطر، غيبان لكم تقادات، غيبان لكم ولات بحال البدايه تاع الباراغراف بحال النهايه ديالها بالنسبه للاسطر. انتم شوفوا معايا هنا، دونك هذا هو الدور ديال هاد جيستيفي هذه، فهي كتقاد ليا السطوره. كيدير سيستم تيدير ليا واحد المجموعه ديال لي زيسباس اونتخ لي مون اللي كاينين عندنا ما بين الكلمات، كيدير مجموعه ديال الفراغات. علاش؟ باش يقاد ليا الباراغراف تجي مقاده كيف على اليسر كيف على اليمين. دونك بالنسبه للكوموند اللي بقات لنا عاوتاني، هاد جوج ديال لي كوموند كنت قلت لكم هذه اللي كانت العربي، اللي بغيت التكست بالعربيه اذا كليكيت عندها فالكتبه غادي تولي من الجهه ديال العربيه كي كتشوفوا معايا، ها هما كيتبدلوا. اذا كان عندكم شي تكست بغيت تكتبوه بالعربيه، فخصك ضروري تجي تكليكي عند هاد الكلمه هذه باش الكتبه تمشي من اليمين حتى لليسر. الور شوفوا معايا لتحت، غنهبط معكم لتحت. ديجا انا كتبت واحد الجمله، شوفوا معايا مثلا هذه الجمله هذه، اذا بغينا نكتبوا بحال هذا الشيء هذا، مثلا كاتب عندي هنايا لي لوجيسيال دو مايكروسوفت اوفيس سون مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت باوربوينت اند سو دو سويس. هنا عندي واحد جرون تيتر، وعندي معاه هنا واحد المجموعه ديال لي سو تيتر. اذا بغيت نصوب على هذا الشكل هذا، فشوفوا معايا كيفاش غادي نديروا ليه. دونك غادي نخدم بهذه المجموعه تاع لي كوموند اللي بقاو لنا فوق في الجروب باراغراف. دونك باش نخدمهم انا مزيان، غادي نمشي ناخذ نوفو دوكيمون. انتبهوا معايا، انا واقف عند هذا الدوكيمون هذا، اذا بغيت ناخذ نوفو دوكيمون، يعني بغيت ناخذ دوكيمون واحد اخر من غير هذا، فكاين عندي اذا بغيت ناخذ صفحه جديده، وكاين عندي اذا بغيت ناخذ نوفو دوكيمون. نوفو دوكيمون يعني هذا الدوكيمون هذا غنخليه ونمشي ناخذ واحد اخر.
غنمشي عند لا باغ دو موني نكليك عند فيشي وغنهبط عند نوفو. هاهي كاين عندي هنايا نوفو، اذا كليكيت عندها غيعطيني اعطيني هاد لي زوبسيون هادو هاد الاختيارات، وتمشي انا ندير دوبل كليك عند هاد دوكيمون فيرج، يعني ورقه خاويه ولا دوكيمون خاوي ندير فيه دوبل كليك غيتافيشي عندي دوكيمون جديد. او نمشي هنا الفوق في لاباغ دوتي اكسي رابيد اللي عقلتو عليها، غنمشي نكليك عندها يا نوفو دوكيمون كاين عندي هنا، نكليك عندها غيجيب لي عاوتاني دوكيمون جديد. هي الساهله او الساهله كاع بلي غاكورسي، يعني بالاختصار تاع الكلافي غنشد لاتوش كونترول، استمر في الضغط على كونترول ثم اضغط على الزر ان يعني نيو يعني باش يعطيني نوفو دوكيمون. دونك غادي نشوف هادو بالنسبه لكيفاش ناخذ دوكيمون جديد. اذا رديتو معايا البال هنا لتحت فولاو عندي جوج ديال لي دوكيمون، هذا هو الدوكيمون القديم وهذا هو الدوكيمون اللي خديت دابا جديد هو اللي غادي نشتغل عليه باش نوريكم كيفاش نصوبوا هاد الشيء اللي كاين عندي في الجمله هنا لتحت، هاد الشيء اللي كاين هنايا كيفاش نصوبوا هاد لي ستيل هادو. هذا واحد المجموعه ديال لي ستيل، كيفاش لو بغيت نصوبهم هاد لي بوين او ندير دي زوتر ستيل من غير هاد لي بوين هادو. دونك غنمشي مثلا غنكتب هذيك الجمله هي نفسها نيت لي لوجيسيال، مثلا لوجيسيال دو ميكروسوفت اوفيس 100. دونك غنرجع للسطر باردون دو ميكروسوفت اوفيس 100 وغندير دو بوين وغنرجع للسطر. ملي غنرجع للسطر كيعطيني السيستم كومسا. دونك اذا بغيت نصوب بحال هذوك لي بوين بالضبط غندير لاتوش ايطوال، نكليك عند ايطوال ونزيدها لاتوش اسباس. دونك ايطوال نجمه حداها اسباس غتعطيني هذاك لو ستيل الاولاني اللي هو نقطه، وغنكتب انا مثلا ميكروسوفت غندير ميكروسوفت وورد. انتبهوا معايا اون فوا غادي ندير اونتري باش نرجع للسطر فغيسبقني السيستم، انا درت اونتري سبقني السيستم ووجد لي عاوتاني واحد النقطه اللي غنكتب عليها ميكروسوفت مثلا اكسل، وان فوا غندير عاوتاني اونتري باش نرجع للسطر غيسبقني السيستم وغيوجد لي عاوتاني واحد النقطه واحده اخرى باش نكتب عليها مثلا ميكروسوفت باور بوينت. اذا درت اونتري عاوتاني غيعطيني مثلا واحد النقطه. في حاله اذا ما بقيتش محتاج انا هاد لي سوتيتر، مثلا عندي غير هاد ثلاثه ديال لي سوتيتر صافي ما بقيتش محتاجهم، فتنعاود ندير اونتري المره الثانيه. ردوا معايا البال، ملي درت اونتري المره الثانيه فهو عطاني قاد لي هاد لو تيتر اللي غيتكتب هنا مع لو تيتر الفوقاني، يعني بحال عندي دابا هذا وهذا سوسون دي غران تيتر وعندنا هاد الوسطانيين دي سوتيتر. الاشاره هاد الانترفاس اللي كتمر مره كتبان عندي هنايا هادو غير باش يسهلوا عليا الخدمه، زعما الا بغيت نقاد لا ميزون فوهم بلا ما نبقى نجي هنا عند غرو بوليس، فهما اقترحوا باش انهم يوليو ان فوا نكتب انا شي حاجه كتبان عندي كتبان حداهم هذيك الانترفاس كيهبطوها عندي هنا لتحت. دونك كنتمنى انا ما ديرونجيكمش هذيك. دونك قلنا كيفاش بغيت نصوب هاد لي ستيل هادو، فاسهل طريقه ولا ستيل اللي هو ساهل بزاف هاد البوان قلنا كنصوبها بلاتوش ايطوال بلس اسباس. اذا ما عجبونيش هاد لي ستيل وبغيت نبدلهم غنمشي ندير لا سيليكسيون، نكبر لكم شويه، غنمشي ندير لا سيليكسيون تاع هاد لي بوين. دائما قلنا غنتقاد مع السطر الاولاني في الهامش حتى يبان ليا فلاش، نكليكي ونهبط يدي لتحت، نبقى مكليكي ونجري يدي لتحت، وغنجي عند جروب باراغراف غنفتح لا ليست ديالهم، هادو كيتسموا لي بوس، غنفتح لا ليست ديالهم. كاين عندي اوكان لا بغيت نحيدهم، وكاين عندي هادو كيتسموا ريسنت يعني اخر حاجه خدمنا بها، لي ريسون اخر حاجه خدمنا بها، غتكونوا فايتين شايفين بحال هاد ستيل هادو. دونك اذا كليكت عند شي ستيل مثلا كليكت عند هذا، ففين ما غادي نوقف على فا وندير اونتري غيسبقني السيستم وغيوجد ليا واحد بحالو، غنكتب حداه مثلا ميكروسوفت مثلا اكسس لمثال. دونك اذا درت عاوتاني اونتري قلنا السيستم تيعطيني واحده اخرى، اذا ما بغيتهاش نعاود ندير اونتري المره الثانيه باش يرجع ليا التيتر كبير. دونك غنعاود ندير لا سيليكسيون، قلنا تنمشي نفتح لا ليست ديال لي بوس، واذا ما عجبني حتى ستيل من هذو اللي كاينين هنايا نقدر نمشي لتحت عند ديفينير ان بوس، غيتفتح عندي هاد الفنادق كاتب لي هنا سامبول، عندي الا بغيت نختار دي سامبول، عندي ايماج وعندي بوليس، غنمشيو عند سامبول نشوفوها هي الاولانيه. اذا كليكيت عندها غطلع عندكم واحد الفنادق، اذا جا عندكم هاد الفنادق بانت لكم صغيره غتجي هنا لابار ديالها الفوق غدير فيها دوبل كليك باردون غنديرو فيها دوبل كليك. دونك شوفوا معايا هنا كل فهاد بوليس هنا كل تيتر من هاد لي تيتر اللي كيبانوا لكم هنايا كل تيتر عنده واحد المجموعه تاع لي سامبول اللي خاصين فيه. الاشاره هاد البلاصه هادي تقدر تلقى فيها اي
سامبول يطيح لك على بالك غتقدر تلقاه اذا قلبت هنا غتلقاه. دونك هنا مثلا عندي هنايا سبور مثلا، عندي ستار مثلا، عندي دونك هنا ديال القران مثلا. دونك اي ستيل غتقلب هنايا عندك اي واحد غتلقى فيه، كل كوموند من هادو غتلقى فيهم واحد المجموعه ديال لي سامبول اللي خاصين به. انا عندي هنا واحد ثلاثه ولا جوج ديال لي سامبول اللي غادي نهضر عليهم، اللي هما ويندينغ، وكاين عندنا ويبدينغ. هاد الجوجات هادو فيهم دي ستيل اللي مزيانين. دونك ويبدينغ اذا كليكيت عندها عندي مجموعه ديال لي ستيل، نختار اي واحد فيهم بغيتو يتحط ليا في هذيك البلاصه فغنختارو ندير فيه دوبل كليك. ومن الاحسن بويسكو انا كنتكلم على شي حاجه كتتعلق بلانفورماتيك، بويسكو انا كنهضر على شي حاجه كتتعلق بلانفورماتيك، فمن الاحسن باردون بلاتي ندير انفيرمي اي باش تشوفوا معايا مزيان، حيت انا كنهضر هنا على شي حاجه كتتعلق بلانفورماتيك، فمن الاحسن هاد لي سامبول اللي نختار، من الاحسن نختار شي حاجه اللي اصلا كتتعلق حتى هي بلانفورماتيك. مثلا عندي هنايا ويندينغ، شفتوا قلنا ويبدينغ ولا ويندينغ هما اللي فيهم دي ستيل مزيانين، حنا كنا داخلين عند ويبدينغ. كاين عندي هنايا ويندينغ، اذا مشيت عندها كاين عندي بزاف ديال لي سامبول، نقدر نختار مثلا كلافي مثلا، ولا ندير سوري، ولا ندير بي سي باسكو انا كنهضر على بي سي، او ندير ديسكات، او ندير سي دي. دونك شي حاجه اللي عندها علاقه مع الكونتوني اللي انا كاتب. داكور نمشي نختار مثلا سوري مثلا، بانت لي هي اللي مزيانه نديرها مثلا، بغيت ندير انا سوري، تندير فيها دوبل كليك كتافيش على هذا الشكل هذا. اذا بغيت نبدل ليها اللون ديالها، او اذا بغيت نبدل ليها لاطاي ديالها، تنجي نكليك عند بوليس. بوليس هنا عندي كولور دو بوليس، نفتح لا ليست، غنختار لو روج باش تجي باينه لكم مزيان، او تبدل ليها اللون ديالكم كي كيبان لكم في لابيرسي. واذا بغيت نزيد في لاطاي ديالها عندي هنا لاطاي، نجي نكليك هنا لتحت في الفلاش التحتاني ونختار مثلا 20، نشوفها بانت ليا بزاف، نقص دير 18 مثلا، وندير اوكي، ونعاود ندير اوكي هنايا، فغتبان ليا تابليكات على هادو، ونكبر شويه الكتبات انا عندي باش يجيو قد قد مثلا. دونك على هذا الشكل هذا. اذا ما عجبونيش هاد لي ستيل نقدر نختار دي ستيل وحدين اخرين. دونك فعندكم الصلاحيه تختار لو ستيل اللي يعجبك من هنايا. داكور دونك عندنا مجموعه، نختار هاد لو ستيل هذا مثلا. دونك ف غادي نمشي عاوتاني هاد المره عند ديفينير ان بيس غير باش نوريكم كاع لي ستيل اللي كاينين. دونك تكلمنا على سامبول، انتم راه حنا شفنا قلنا تبدلوا من هنايا، وكل واحد من هاد لي تيتر اللي كاين هنا راه عنده مجموعه ديال لي سامبول ديالو اللي خاصين به حتى تشوفوهم نتوما مزيان. فهاد لي سامبول هادو كيتسماو لي كاركتير سبيسيو، كيتسماو لي كاركتير سبيسيو. دونك حتى تعاودوا تشوفوهم. هاد المره انا غنمشي عند ايماج، دونك نعاود ازيرو، درت لا سيليكسيون، نمشي عند لي بيس، وغنهبط عند ديفينير ان بيس، وغنمشي عند ايماج. السامبول اللي جا شفنا غنمشي عند ايماج، حتى ايماج عاطيني واحد المجموعه ديال لي زيماج اللي هما صغيورين كيتبانوا لكم. اذا بغيت شي وحده نخدم بها تماك فتمشي عندها وندير فيها دوبل كليك كي كتشوفوا معايا. مثلا بغيت هذا الستيل هذا، غنمشي ندير فيه دوبل كليك، بغيت افيشي عندي هنا وندير اوكي، فغيولي عندي هنا على هذا الشكل هذا. فانا غير حيت زدت لهم في لاطاي داكشي علاش ولاو تيبانوا عندكم هنا كبار. اذا بغيت نحيدهم نكليكي هنا ونمشي نختار اوكي، وما غتبقى عندي حتى حاجه. نعاود لا سيليكسيون، هذه المره غنمشي عند لي بيس عاوتاني، وغنهبط عند ديفينير ان بيس. هذه المره غنمشي عند ايماج لتحت، عاطيني امبورتي ان امبورتي ان ايماج، زعما الا بغيت نانسير شي تصويره من غير هادو اللي كاينين عندي هنايا، فنكليك عند امبورتي مثلا. دونك سيديني السيستم تيقول لي اجوتي زعما التصويره فين كاينه، فين بلاصه كاينه. غنمشي عند بيرو ونشوف الا كانت شي تصويره ديال هنايا، شي تصويره عندي في البيرو مثلا، نختار شي تصويره ديالي هنا في البيرو. دونك نختار شي تصويره ديالي، بون نختار التصويره ديال في القسم مثلا، ندير فيها دوبل كليك، كتحط التصويره هنايا على هذا الشكل هذا، وتنوقف عندها وتندير اوكي. داكور وتنعاود ندير اوكي، فهي غتولي تبان التصويره ديالي، تولي تبان هنايا. ممكن نزيد ليها في لاطاي ديالها بالطريقه اللي كنت وريتكم. دونك هادو كيتسماو لي بيس. دونك اذا ما عجبونيش لي بيس ممكن نخدم بلي نيميرو حداهم، حدا لي بيس كاين عندي لي نيميرو، نفتح لا ليست وعندي مجموعه ديال لي ستيل، يا اما اوكان عندي هاد لو ستيل هذا، عندي ارقام عندهم اقواس، عندي ديك جروند دوك الارقام اللاتينيه، ممكن نخدم بالحروف على هاد الشكل هذا. دونك عندي مجموعه ديال لي ستيل ممكن نخدم بهم. اذا اختاريت مثلا هادو وقفت على فان ودرت اونطري، فالسيستم غيسبقني وغيوجد لي خمسه، نكتب حداها شي حاجه ندير اونطري، السيستم غيسبقني ويوجد لي سته، وغنبقى غادي بنفس الطريقه. دونك غادي نبقاو غاديين بنفس الطريقه. اذا ما عجبونيش هادو دونك نقدر نحيدهم. دونك انتبه معايا، مثلا انا كاين عندي هنايا هاد لي سو تيتر، لي سو مثلا هاد لي سو تيتر هادو، وكل هاد كل تيتر من هاد لي سو تيتر صغار عنده حتى هو دي سو تيتر ديالو. دونك مثلا هاد التيتر هذا عنده واحد لي سو تيتر ديالو، مثلا مايكروسوفت وورد بغيت نهضر على لي سو تيتر ديالو، نقدر نوقف هنايا، وقبل ما ندير اونطري، قبل ما نديرها
غنمشي عند لي سو تيتر، ها هما فين هما هادو لي سو تيتر ديال هادوك لي سو تيتر داكور. بحال اللي كنا تنقراو في الابتدائي باردون في الكوليج مثلا، اولا كبيره اولا صغيره ثانيا صغيره، وعندها لي سو تيتر ديالها هما ا بي سي. غنفتح لا ليست كومسا، انا وقفت انتم ردوا معايا البال. انا مثلا مايكروسوفت وورد عندها لي سو تيتر ديالها، وقفت ا لا فان ديالها وغنمشي عند لي سو تيتر هما هاد ليست ا بليزيوغ نيفو، نكليكي عندها وغنختار لو ستيل مثلا اللي بغيتي من هاد. واش بغيت تخدم دي بيس، ولا بغيت تخدم مثلا ا بي سي، ولا بغيت تخدم بواحد جوج ثلاثة. انا نخدم بهاد الارقام هادو عاديين باش تفهمو مزيان. باردون دونك اختاريتهم. شوف كيعطاني هنا واحد بدل حيد دوك الاقواس. انتبهوا معايا، غندير دابا اونتري اش عطاني هو، عطاني باش نكتب رقم جوج. انا ما محتاجش جوج مثلا، بغيت نكتب لي سوتي تقطع الواحد، شنو غندير؟ غنجي عند هاد جوج ديال لي كوموند وغنكليكي عند اوغمونتي لو روتري. هاد الكوموند هادي سميتها اوغمونتي لو روتري، يعني زعما اعطيني دي سوتي تخ وحدين اخرين. شنو ملي كليكت عند شراني عطاني واحد ديال واحد، زعما هاد لو تيتر اللي غنكتب هنا راه هو واحد لو تيتر سو تيتر ديال هاد الواحد هذا. غنكتب مثلا، انا غنكتب هنا ميزون فورم. اذا درت اونتري شنو غيعطيني؟ جوج ديال الواحد، يعني هذيك جوج راه هي دي سوتر ديال. غنكتب مثلا لي طابلو مثلا، نعطي اكزومبل كيف ما كان، ما تنكتبش داك الشيء داكور. باردون دونك لي طابلو. دونك اذا هبطت لتحت مثلا واحد ثلاثه غنكتب مثلا لي زيماج، لي زيماج مثلا درت اونتري عطاني الربعه. دونك مثلا انا ما محتاجش هاد الربعه هادي، محتاج الصوتي ديال ثلاثه. كيفاش غنصوبهم؟ يعني هاد ثلاثه هي عدد الصوتي ديال، غنمشي عاوتاني كليكي عند اوغمونتي لو روتري وغيعطيني راه واحد الصوتي ديال ثلاثه اللي هي اصلا الصوتي ديال الواحد. ونقدر نكتب ليها حتى هي مثلا الصوتي ديالها مثلا، درت اونتري عطاني واحد ديال الجوج نكتب ليها حتى هي الصوتي ديالها. اونتري ثلاثه ديال ثلاثه نكتب ليها الصوتي ديالها. اونتري اذا ساليت لي سوتي ديال ثلاثه وبغيت نكمل على هاد لي سوتي هادو ترجع عند ان ديمينوي لغوتري داكور، ونكتب لو تيتر ديالي اللي بغيت. وكم سا فغنكتب عاوتاني لو تيتر اللي بغيت، ندير اونتري. اذا ساليت لي سوتي غنعاود ندير الا بغيت نصوب لي سوتي. دونك هانتوما هاد جوج ديال لي كوموند، فين ما نبغي نصوب سوتي غنكليكي عند اوغمونتي لغوتري، وفين ما نبغي نحيد لي سوتي غنكليكي عند ديمينوي لغوتري. انا دابا عاود كليكيت عنده وحيد ليا لي سوتي كاملين وعطاني رقم 2. دونك بالنسبه باش نكونوا متفقين، بالنسبه لهاد لي كوموند هادو نورمالمون هادو الا بغيت نخدم بهم لي تيتر مع لي سوتي هذا هو الدور ديالهم، فما يخصهمش يديرونجيوكم تقول اشنا هما هادو شنو الدور ديال ما فهمتش امتاش كيجيو. فتو سامبلومون هاد جوج هادو ما تنخدموش بهم بزاف، وهاد الثالثه ما تنخدموش بهم بزاف، هاد الثلاثه هادو داكور. ولكن انا غير شرحتهم لكم باش ما يبانوش لكم هنا وتقولوا ما شرحتش لنا هادو، انا شرحتهم لكم. اللي كيتخدم بهم بزاف هما هاد الجوجات هادو، يا اما لي بيس يا اما لي نيمير. دونك الكوموند اللي بقات لنا هنايا، بقات لنا واحد الكوموند اللي هي هادي، هاد الكوموند هادي، فهادي كتافيشي ليا لي كاركتير نو امبريمي. انتوما كتافيشي ليا هادي، من الاحسن اذا تعودتوا عليها تكون خدامه يكون احسن، كتبقى تبين لك شنو واقع. مثلا اذا كانوا عندي دي زونطري، شوف معايا انا اللي حيدتها، كانوا عندي مثلا دابا دي زونطري، اذا كليك ما تيكونوش باينين دابا، ولكن الا كليكت عندها تيبانو. يعني هادو راهم اخطاء ما خصهمش يكونوا، خصني نمسحهم نورمالمون. تندير لهم لا سيليكسيون، كليك عند لاتوش ايفاسي باش يتحيدوا. دونك اذا تعودتوا عليها باش انها تكونش على العموم، بغيت تصوبها ديرها من هنا، بغيت تحيدها من هنا، هادي كتافيشي ليا لي كاركتير نو امبريمي، كتافيشي ليا شي حاجه اللي ما غاديش تامبريما. ها هو السامبول ديالها ما غاديش امبريماش، عطاني هاد السهم هنا ما غاديش امبريماش، هاد السهم هنا ما غاديش امبريماش، وعطاكم عوض اسباس كيدير نقطه عوض اسباس. انا غنحيدها باش ما ديرونجيكمش. دونك وبقات لي هاد الكوموند هادي اللي هي فيها ا زد، هادي كدير لي الترتيب الا بغيت نرتب، ولكن ما غنهضروش عليها دابا. علاش؟ لانه ما يمكنش غادي نرتبوا حروف عاديين، فالترتيب غنوصلوا ليه حتى نكونوا متراسين شي طابلو عاد ديك الساعه نقدروا نهضروا على الترتيب. غنشوفوا كيفاش اذا بغينا نتراسيو لي طابلو. دونك غنشوفوا التراساج ديال لي طابلو على هاد الشكل هذا، وكيفاش اذا بغينا نصوبوا شي فاكتور مثلا، ولا بغينا نصوبوا شي دوفي. دونك على بركه الله غنمشي ناخذ انا نوفو دوكيمون، ناخذ نوفو دوكيمون انا ديجا خديته. ولا بغينا ناخذ نوفو دوكيمون دائما، ديجا قلت لك من الحصه اللي فاتت كنمشي عند نوفو دوكيمون، ياك كاين عندي هنايا، او تنكليكي عند لاتوش كونترول بلس ان باش يعطيني نوفو دوكيمون. دونك على بركه الله اذا بغيت نتراسي شي طابلو غنمشي عند لاباغ دو موني انسيرسيون، كاين عندي هنايا طابلو، وكاين عندي هنا لتحت ديسيني ان طابلو، وكاين عندي انسيري ان طابلو، وممكن تراسي طابلو من هاد البلاصه هذه.
غير هاد البلاصه هادي فتيكونوا محدودين. على العموم انا غنمشي عند الطريقه الاولانيه هي نمشي عند ديسيني ان طابلو. دونك ملي كليكيت عند ديسيني ان طابلو ولا تيبان عندي واحد الكخيون مطراسي عندي هنايا. دونك ردوا معايا البال ملي غادي نبدا نطراسي في الطابلو غيتزادوا عندي هنايا واحد جوج ديال لي زونغلي. انا اخر اونغلي كاين عندي هي افيشاج، غتزيد عندي واحده سميتها كرياسيون وواحده سميتها ديسبوزيسيون. هاد جوج ديال لي زونغلي هادو فتيكونوا خاصين بالطابلوات. باردون. دونك غنطراسي الطابلو غنكليكي هنا ونجر في هاد الاتجاه هذا اللي كتشوفوا معايا هنايا حتى كيبان لي الاطار اللي بغيت، تبان لي لاطاي ديال الاطار اللي بغيت، عاد تنطلق. وان فوا طلقت ف تزادوا عندي هذوك جوج ديال لي زونغلي اللي قلت لكم. وكي كتشوفوا معايا الفوق هنايا راه كاتب لكم اوتي دو طابلو، يعني هاد جوجات هادو فيهم لي زوتي ولا فيهم الادوات اللي كنستعملوهم في لي طابلو. دونك الطابلو كي كتعرفوا كيتكون من مجموعه تاع لي كولون مع مجموعه تاع ليلين. فانا غنبدا نطراسي في لي كولون، ماشي بالضروره نجر من هنا حتى لهنا، ماشي بالضروره نجر غير من الوسط مثلا هو غيكمل ليا كي كتشوفوا على هاد الشكل هذا. وماشي بالضروره لي كولون يكونوا مقادين حيت ممكن من بعد نقادهم. هانتوما شوفوا معايا انا ما درتهمش قد قد، وغتشوفوا معايا كيفاش غنقادهم من بعد. انا طراسي دابا لي كولون، وهاد المره غنطراسي لي لين. انا بديت كنطراسي في لين مثلا خطات، بغيت نطراسي واحد لين وانا تنخطا، فنمشي نكليكي عند لاباغ دوتي داكسي غابيد، نكليكي عند هاد الفلاش هذا سميتو انيولي اكسيون، وغيحيد لي داك الخطا اللي درت ونعاود نطراسي بالطريقه العاديه اللي شفنا. انا نكليكي ونجليسي في الاتجاه على ليم. دونك كيتيبان لكم الطابلو ديالي هو دابا مطراسي، واخا تيبانوا ليا لي كولون مع ليلين ما مقادينش، فقلنا راه ممكن نقادهم من بعد. دونك الطابلو كيتكون من مجموعه تاع لي كولون هما اللي هابطين من الفوق، مع مجموعه تاع ليلين هما هاد السطوره هادي اللي كيعطيوني مجموعه تاع لي سيليل اللي هما هاد الخانات او هاد الخليات. الطابلو هو كاين عندي باردون، كاين عندي هاد الكخيون وهذا باش نحيدو، تنمشي نكليكي عنده هنايا كي كتشوفوا معايا في هاد الغيبون اللي كيبان لكم بلورونج فهو اللي اكتيفي، يعني هو اللي خدام. نجي نكليكي عنده هنايا نديزاكتيفي، ها هو مابقاش عندي. حداه كاين عندي لاغوم، لاغوم اذا بغيت نمسح بها شي حاجه، ولكن قبل ما نمسح باردون فغادي نمشي نشوفو كيفاش الا بغيت نقاد هاد لي سيلول باش يوليو كامل عندهم ميم طاي. لا بار دو موني غنمشي عند ديسبوزيسيون، وكاين عندي هاد الكوموند سميتها انيفورميزي لا هوتور دي كولون، هادي سي بون انيفورميزي لا هوتور دي كولون سيليكسيوني، شفتوها تنكليكي عندها كومسا وغيقاد ليا لي كولون كاملين دابا ولا عندهم نفس لا طاي. وهنا غنمشي نهضر على ديال باش يقاد ليا ليلين. دونك هادي خاصه لا هوتور ديال ليلين، وهادي خاصه ب لي كولون. غنكليكي عندها كومسا، دونك تنكليكي عند هاد الجوجات كيقادوا ليا لي سيلول ديالي كاملين. دونك نرجع عند كرياسيون، انا بغيت ناخذ لاكوم، نرجع عند كرياسيون وكاين عندي هنا لاكوم، نمشي نكليكي عندها، واللي كليكيت عندها راه غادي تمسح ما تبقاش تبان عندي كي كتشوفوا معايا كومسا. ساليت من لاكوم نحطها في بلاصتها، كاين عندي حداها الكخيون نكليكي عنده ونجر في الاتجاه اللي بغيت مثلا على هذا الشكل. ساليت منه حتى هو نمشي نكليكي عنده باش يتحيد. اذا بغيت لاكوم دونك كي كتشوفوا معايا ما بقاوش كيبانوا عندي دوك الجوجات. علاش ما بقاوش كيبانوا عندي دوك الجوجات؟ انا درت واحد الخطا بغيتكم باش تعرفوه، باش تعرفوا كيفاش لا مشاو ليا هذوك جوج ديال لي كوموند، كيفاش شنو غادي ندير باش نجيبهم. دونك ردوا معايا البال، اذا هاد الجوجات هادو كرياسيون ديسبوزيسيون ما كانوش تيبانوا عندكم، فراك خاصك تعرف بلي راك انت خارج من الطابلو. فالكيرسور، شو الكيرسور فينا هو اللي كيطفو يشعل ملي تيكون وسط من الطابلو، تيبانوا عندي دوك الجوجات. اذا كليكيت خارج من الطابلو ما تيبقاوش يبانوا عندي، ولهذا اذا انت احتاجيتي لاكوم فخاصك اول حاجه تكليكي وسط من الطابلو حتى يبانوا لك دوك الجوجات، وتمشي يا اما عند كرياسيون ولا ديسبوزيسيون. دونك بالنسبه للاكوم راه كاينه عندي في كرياسيون، نمشي نكليكي عندها، ولا بغيت نمسح شي حاجه فغادي نمسحها على هذا الشكل هذا. ساليت من لاكوم تنحطها في المكان ديالها. دونك هذه هي الطريقه الاولى باش كنطراسي الطابلو، ناخذ لاكوم ونمشي نمسح كل شيء على هذا الشكل هذا. بقات كتبان عندي لاكوم هنا، نكليكي مره واحده غادي تحيد. هاد المره غنمشي عند لاباغ دو موني انسيرسيون، وغنمشي عند طابلو وغنمشي عند انسيري ان طابلو. بما ان الطابلو كيتكون من مجموعه تاع لي كولون مع مجموعه تاع لي لين، فهاد الفنات هذا تيقول لي شحال بغيتي من كولون، نومبر دو كولون، غنقول ليه بغيت مثلا 6، نومبر دو لين غنقول ليه بغيت مثلا 200، 200 لين اللي بغيت، وغندير اوكي. فهو طراس لي واحد الطابلو اللي كيتكون من 6 ديال لي كولون وكيتكون من 200 لين. كتشوفوا معايا هنا 200 لين راه عمر ليا 5 ديال الصفحه، حتى هو باج 2 سور 5، يعني راه كاين عندي 5 ديال الصفحات كي كتشوفوا معايا. دونك
غادي نكليكي عند انولي اكسيون باش تحيد، وغنمشي عند انسيرسيون ناخذ طابلو عادي انسيرسيون طابلو، وغنمشي عند انسيري ان طابلو، وغنقول لي نومبر دو كولون 6 ونقول لي نومبر دو لين بغيت هذه المره 10 وندير اوكي ولا اونطري بحال بحال. هو عطاني واحد الطابلو، دونك الطابلو ديالي كي كتشوفوا معايا هكا، واذا كتبت وسط منه راه غيبداو هاد لي سيلول تيكبروا. على العموم حنا ديما كنتعلموا اننا خاصنا نخدموا حتى كنساليو عاد نقادو لا ميزون فور باردون. دونك اول حاجه غنتعلم هي لا سيليكسيون وسط من الطابلو. اذا بغيت نسيليكسيوني شي سيلول، السيلول هي الخليه ولا هاد الخانه، تنجي على اليسار ديالها حتى يبان لي واحد الفلاش نوار وتنكليكي مره واحده. اي سيلول بغيت نسيليكسيونيها تنتقاد معاها، نجي عندها على اليسار يبان لي فلاش نوار تنكليكي مره واحده. دونك اي سيلول اليسار ديالها يبان لي فلاش نوار نكليكي مره واحده. اذا بغيت نسيليكسيوني شي كولون كنتقاد معاها من الفوق، فوق السطر مباشره يبان لي فلاش نوار كيشوف لتحت نكليكي مره واحده، فوق السطر مباشره يبان لي فلاش نوار نكليكي مره واحده. اتونسيون ما ديروش دوبل كليك، اذا درتي دوبل كليك يقدر يدخلك لهاد البلاصه هادي سميتها اون تات، تنديروا ليها فيرمي من هنايا ما تدخلوش عندها. نو اذا بغيت نسيليكسيوني شي لين تنخرج على برا هنا حتى كيبان لي فلاش بيض وتنكليكي مره واحده. واذا بغيت نسيليكسيوني الطابلو كامل تنمشي عند هاد الكوموند اللي على برا شفتوها هادي، تنمشي نكليكي عليها كومسا غيتسيليكسيون الطابلو ديالي كامل. دونك نعاود، اذا بغيت نسيليكسيوني شي سيلول نتقاد معاه على اليسار حتى يبان لي فلاش نوار كليك وحده، اذا بغيت نسيليكسيوني شي كولون نتقاد معاه من الفوق حتى يبان لي فلاش نوار كليك وحده، اذا بغيت نسيليكسيوني شي لين نخرج على برا يبان لي فلاش ابيض نكليكي مره واحده، او فلاش نوار ندير دوبل كليك بحال بحال. اذا بغيت نسيليكسيوني الطابلو كامل فكنجي عند هاد الكوموند اللي على برا وتنكليكي عندها مره واحده. وبعض المرات اذا بانت لكم هذه ما بقاتش كتبان، مشيتي عندها ولقيتيها ما كايناش، فيكفي انك دوز لا سوري من فوق الطابلو عاود تبان لك باش تمشي تكليكي عندها. دونك هذه هي بالنسبه للتراساج ديال الطابلو. دونك الطابلو اذا بغيت نكتب منه تنكتب وسط منه بطريقه عاديه، مثلا غنكتب هنا مثلا غاد اكاديمي بلونغلي غاد اكاديمي مثلا داكور. دونك انا كتبتها لكم سواء كلا بغيت مثلا تجي ليا في هذا وسط من الجيش شاده ليا الوسط هنا، فغندير ليهم لا سيليكسيون بجوجات هادو، وغنمشي عند لا باغ دو مون ديسبوزيسيون وغنختار ليهم فيزيوني. شوفوا هاد فيزيوني شنو تدير، شركات ليا هاد الجوجات هادو، وغنمشي نختار هنا سونطري باش يجيو وسط 100%. وبالتالي هاد كاد اكاديمي جات شاده ليا جوجات ديال هاد جات شاده ليا جوجات جوج ديال لي سيلول من هاد الطابلو هذا. دونك بالنسبه لهنايا في هذه الحاله هذه حنا عرفنا كيفاش نتراسيو دابا طابلو بطريقه عاديه، فغنمشيو نشوفو كيفاش اذا بغيت نصوب شي طابلو على هذا الشكل هذا. ودائما تنقول لكم في المايكروسوفت وورد كنكتب حتى كنسالي الكتابه كامله عاد نمشي نقاد هاد لا ميزون فورم. لا ميزون فورم هو كيفاش نكبر الكتابه نصغرها نبدل هاد الالوان ان سو دو سويت. دونك المره الاولى غادي نمشيو نكتبو عادي، غنمشي ناخذ هاد الطابلو هذا ندير يلا سيليكسيون نكليكي عند لاتوش ايفاسي باش تمسح ليا كلشي، وغنشوفو كيفاش اذا بغيت نطراسي. دونك اذا بغيت نطراسي غنمشي عند لا باغ دو موني انسيرسيون طابلو، غنختار انا هاد الجوجات هادو، نختار هاد الثلاثه كومسا، لان هاد البارتي هادي اللي كتشوفوا معايا الفوق هاد البارتي هادي فانا طراسيتها حتى هي في طابلو. راه تيبان لكم هو هذا الطابلو، انا هاد الجوجات باش نكتبهم فراني طراسيتهم وسط من طابلو. دونك حتى هنا نفس الشيء، فانا درت هاد الطابلو هذا كومسا وغادي نكتب وسط منه. عندي هنا غنكتب هذيك فاكتور وماشي نبداو نكتبو نكبرو نكتبو ولا نصغروها، نو نكتب حتى كنسالي فاكتور نيميرو مثلا نيميرو 500 مثلا سلاش 2022 مثلا ولا 23 ولا انسو دو سويت اللي بغيتو. نعاود ندير اونتري وغنمشي نشوف هاد الطابلو هذا شحال عندي فيه من كولون شحال عندي فيه من لين. عندي فيه ربعه ديال لي كولون، ها واحد ها اثنين ها ثلاثه ها اربعه، وعندي فيه تقريبا 11 لين. دونك ربعه ديال لي كولون 11 لين. نمشي عند لاباغ دو موني طابلو انسيرسيون، نمشي عند طابلو، نمشي عند انسيري ان طابلو، ونقول ليه بغيت ربعه ديال لي كولون وبغيت 11 فلي لين، وندير اوكي غيتطراس الطابلو ديالي على هذا الشكل هذا. فاول حاجه غندير هنايا اشنايا، دابا غنبدا نعمر الطابلو. دابا انا غادي نبدا نعمر فيه. هنا عندي هاد المعلومات هادو اللي كتشوفوا معايا هنايا، الفوندور شكون هو، الشركه اللي بايعه هاد البرودوي هادي، والشركه اللي شاريه. فهنا كتبت انا مثلا فوندور غير هذا راه اكزومبل، ماشي بالضروري يكون على هذا الشكل هذا، ولكن هذا اكزومبل فوندور كاد اكاديمي مثلا لادريس ديالها التليفون ديالها،
وهنا شكون الاشتوغز من الشاري اللي غيشري هاد السلعه هذه اللي كاينه في لا فاكتور، سميت الشركه مثلا الاي سي او ديالها. دونك هاد المعلومات هادو انا خصني بلا ما نضيع فيهم الوقت هنايا غادي نكتب غير اكزومبل ديالهم. مثلا غنديرو فوندور، دونك فوندور مثلا غندير واحد اونتري مثلا هذيك غاد اكاديمي مثلا غاد، غنديرو مثلا ادريس مثلا ادريس مثلا بولفار حسن دو مثلا برشيد اي مثال. هاد البلاصه غنخليها خاويه، وهاد البلاصه غنجي نكتب فيها شكون اللي غيشري السلعه اشتر. وغنديرو مثلا انا كنت كتبت تماك سوسيتي ماروكان، سوسيتي ما بغيتش نضيع الوقت في الكتبه، سوسيتي ماروكان، ودرت ليها لي سيو ديالها مثلا ولا دونك مثال. هذا غير مثال، دابا تنكتب صافي ما غنقادو ما حتى حاجه. هاد لي سيو ممكن نجيب هذا شويه هنايا الا بغيت مثلا، ممكن هذا هو نجيبو شويه هنا الا بغيت نقربهم مع بعضياتهم، ما بغيتش نخليهم كومسا ما عنديش فيهم مشكل. دونك قلنا كنكتب حتى كنسالي الكتابه عاد نقاد لا ميزون فورم. هاد البلاصه تنكتبو فيها يا اما برودوي ولا تنكتبو فيها ديزينياسيون ولا تنكتبو فيها ارتيكل بحال. وهنا غنكتبو الكونتيتي، وهنا غنكتبو البخي يونيتير، نكتب داكشي مختصر، وهنا غنكتبو المونطو. وبيان سور غنبداو نكتبو في هذوك المعلومات هنايا شنو هما لي برودوي مثلا اللي بعنا ولا شنو هما اللي شرينا. دونك بحال كي كتشوفوا عندنا هنايا انا بلا ما نضيع فيهم الوقت نبقى نكتب لكم في هذا الشيء، فتنبقاو نكتبوا الكتبه عاديه السميه تاع لي برودوي. كل برودوي مثلا هنا كاميرا دي في ار ديسك دير مثلا لي بواط ايتونش مثلا لي كونيكتور، هادو سو سون ماتيريال انفورماتيك. هنا لي كونتيتي يعني كل برودوي شحال بعنا منهم من بياسه، وهنا الثمن تاع كل بياسه. المهم عندي لتحت كاين عندي مونطون توتال وعندي تي في وعندي تي تي اس. واخا نورمالمون لي فاكتور كيتصاوبوا نورمالمون في ليكسل، وحنا ملي غنوصلوا عند ليكسل راه غنشوفوا هاد لي فاكتور كيفاش كيتصاوبوا وكيفاش كيدار لهم الكالكول بطريقه سهله. ولكن على العموم حتى في الوورد راه كنقدروا نصاوبوا فيه لي فاكتور. فقلت لكم هنا بلا ما نضيع الوقت انا في هاد الكتبه هذه بلا ما نضيع فيها الوقت، فغنمشي نصوب هذوك الاوغ تاكس والتي في اللي شلنا لتحت. دونك بالنسبه لهنايا هاد لي سيلول هادو حيت غيكون فيهم الكتبه عير صغيره نقدر نصغرهم كومسا. كي كتشوفوا معايا كنجي فوق من الخط حتى كيبانوا لي جوج ديال لي فلاش، واحد على اليسر واحد على اليمين، وتنبقى نكليكي وتنحرك يدي في الاتجاه على اليمين باش نكبر هاد لي سيلول هادو. دونك غنبدا نكتب هنا لي برودوي مثلا قلنا تي في مثلا بي سي مثلا اسو دو سويس. بلا ما نكمل هنا غنكتب مثلا كل برودوي هنا شحال مثلا الكونتيتي 5 مثلا الثمن تاع التلفازات غندير مثلا 2000 درهم مثلا. فوالا غندير هنا عاوتاني مثلا البي سي ديال 1500، غندير مثلا بعنا مثلا 3 انسو دو سويس. دونك بلا ما نضيعوا الوقت في الكتابه ناخذ هنا لاغوم وغنجي نمسح هاد البارتي هادي، نمسح هاد البارتي هادي وغنحاول نحط لاغوم في بلاصتها. وهاد الجوجات غندير ليهم فيزيوني كي شفنا قبيله ديسبوزيسيون فيزيوني باش نشتركهم بجوجات. شوف اون فوا غندير ليهم فيزيوني ندير معاها سونتري باش الكتبه تجي الوسط 100%. فيزيوني قلنا يندمج جوج في واحد، ندير ليهم سونتري وندير عاوتاني هنا فيزيوني جوجات وندير ليهم سونتري باش نجي نكتب فيهم هنايا مونطون مونطون توتال. وغنجيو هنا لتحت غادي نكتبو تي فيا، هادي كتكون تي فيا ديال الدولة ياك اللي غتكون فيها 20% نورمالمون 20% كتكون ديال الدولة هادي. ولتحت كتكون عندنا تي تي سي، تي تي سي يعني هو احتساب الرسوم. دونك انا كتبت الكتبة كاع كاملة باش بلا ما نضيع الوقت في الكتبة، بلا ما نضيع فيها الوقت. فالكتبة ديالي كاع كاملة هي هادي، انا كتمت الكتبة كاع كاملة. غنجي ندير طروا كليك باش نسيليكسيوني كلشي وغنختار واحد الخط اللي يكون مزيان. انا عز عليا ديما نخدم بهذا الخط اللي هو كامبريا ديجا قلتها لكم. ودابا غنبدا نقاد في لا ميزون فورم ديالي. دونك مثلا هاد الطابلو هذا البارتي الفوقانيه خص تكون الكتبه ديالها كبيره، غنكبرها شويه الكتبه تكون كبيره مثلا كونسا. بالنسبه لهاد كلمه فوندور غندير فيها دوبل كليك ونديرها اون غرا ونزيد ليها شويه في لاطاي. اشتور حتى ندير ليه نفس الشيء، نزيد ليه شويه في لاطاي دقه واحده في لاطاي ونديرو اون غرا باش يولي باين مزيان. والكتبه التحتانيه ما عنديش فيها مشكل. سي بون. دونك شنو بقى ليا؟ بقات ليا هاد البارتيه هادي كي كتشوفوا معايا في الاولاني هنا، هاد الاسباس كيبان لكم ما كاينش. دونك باش غنحيدو راه نحيدو تو سامبلومون، نحيدو ب غير بلاغوم. لاغوم فين كاينه؟ كاينه في كرياسيون. نمشي ناخذ لاغوم نكليكي هنا مره واحده، نعاود نكليكي هنا مره واحده، ها هو تحيد، نحط لاغوم في بلاصتها. بالنسبه للفاكتور غندير ليها لا سيليكسيون، غنديرها سونتري، نقاد عليها هادشي ديال لا ميزون فورم ديجا شفناه في الفيديو
الاولاني والفيديو الثاني راح نتكلمنا فيهم على لا ميز اون فورم. فاكتور غنديرها اون غرا او بيان سور ديجا ملي اختارت كامبريا نزيد ليها حتى هي فلاطاي شويه نديرها 18 مثلا فلاطاي ديالها وغنمشي ندير ليها اسباسمون. غنمشي نطلب ليها مثلا هنا اسباسمون نقول ليها مثلا دير لي الفوق واحد مثلا 50 بوان والتحت نقول لي مثلا واحد 40 بوان. درت ليها اسباسمون افون ابخي طلبت اسباسمون قبل منها وبعد منها باش تبعد لي على على الطابلو على هذا الشكل هذا. دونك بما انني انا كتبت هنايا بواحد لاطاي اللي هي 6 وهنا كتبت بواحد لاطاي اللي هي 18 فما يصلحش نخلي هذا الشيء صغيور. غنسيليكسيوني الطابلو هنا كامل حتى هو نفس الشيء غنزيد ليه شويه في لاطاي غندير لاطاي مثلا اللي هي نديرو مثلا 6 كوم سا باش يبان داك الشيء زوين مزيان. والبارتي الفوقانيه ديال الطابلو فهي كتكون مختلفه على على داك الشيء اللي غيكون في الكونتوني. دونك شنو غندير لهاد البارتي الفوقانيه غنديرها اون غرا وغنديرها سونتري باش تجي الوسط كوم سا ونمشي ندير ليها واحد اللون في الخلفيه نختار ليها واحد اللون بلو مثلا يكون مفتوح شويه. وهاد البارتي التحتانيه حتى هي نفس الشيء غندير ليها حتى هي لا سيليكسيون ونديرها اون غرا حتى هي ونبدل ليها هاد اللون هذا في الخلفيه باش تكون مختلفه. دونك لا فاكتور ديالي اذا بغيت نسطر عليها بحال كي عندي هنايا الا بغيت نسطر عليها كومسا فها من غنسطر عليها نمشي نسطر عليها من هنايا. واذا ما بغيتش انا غنمشي نصاوب ليها لي بوغديور هنايا باش تولي تبان زوينه اكثر نصاوب ليها لي بوغديور منها نديرو ريفيزيون ومنها نتعلمو نصاوبو لي بوغديور منها ريفيزيون ومنها تبان شي حاجه مزيان. غنختار لو تيب وغنجي نختار ليه هنايا واحد لو ستيل يكون مزيان غنختار واحد اللون اذا بغيت اللون اذا ما بغيتش ماشي مشكل لان غنامبريميها نوار اي بلون. دونك نختار شي لون انا عز عليا نختار باللون الاحمر على باش يجي باين ليكم مزيان وغنقص شويه من اللارج من الاطارات وغندير اوكي يبان لي الاطار بعيد من الناس لهنا وغنمشي نقص ليه من الجناب ديالو الغوتخي قلنا الجناب هما الغوتخي غنقول ليه نقص ليه من هاد الجهه مثلا واحد 4 سنتيم ومن هاد الجهه واحد 4 سنتيم الغوتخي فوق من اسباسمون مباشره نقول ليه 4 سنتيم من هنايا 4 سنتيم من هنا وندير اوكي ونشوف. دونك فوالا لا فاكتور ديالي ولات كتبان كتبان مزيان. دونك هذا هو الشكل تاع تاع لا فاكتور. انا بلا ما نضيع الوقت في الكتابه فهي انتم تقدروا بنفس الطريقه حيت نفس الطريقه اللي كنا تنعمروا بها هنايا الكتابه غنكون نعمروا بها هنايا. مرحبا غنشوفوا لانسيرسيون ديال لي زيماج. دونك اذا بغيت نانسيري شي تصويره ونحطها عندي هنايا في الدوكيمون ديالي كنمشي عند لا باغ دو موني انسيرسيون. كي كتشوفوا معنا كاين عندنا هنا ايماج وكاين عندنا ايماج كليب بارت. فهاد ايماج كليب بارت هما واحد المجموعه ديال الصور خاصين بالمايكروسوفت وورد. وهاد ايماج اذا بغيت شي تصويره كانت عندي في لورديناتور ديالي وبغيت نحطها في الدوكيمون دونك غنمشيو نشوفو هاد ايماج كليب بارت غنكليكي عندها تيبان عندي واحد الفنادق على يدي اللي مليا هنايا كي كتشوفو معانا. ممكن نكتب شي حاجه هنا مثلا انا كتبت بي سي وغندير اوكي فغيجيب لي تصاور خاصين بلورديناتور. اذا ما كتبت والو ودرت اوكي غيجيب لي كاع التصاور ديال المايكروسوفت كاع التصاور ديال المايكروسوفت وورد على هاد الشكل هذا. سي بون دونك انا بالنسبه لهادي ما عندي ما ندير بها فغنمشي ناخذ تصاور من عندي من البيس. دونك انسيرسيون غنمشي عند هاد ايماج انكليكي عندها هنا تيقول لي انسيري اون ايماج وتنشوف التصاور ديالي انا فين كاينين. دونك بار اكزومبل اذا كان التصاور ديالي حاطهم في البيرو غنمشي نكليكي عند البيرو وغنشوف التصويره اللي محتاج فينا هي. اذا كانوا التصاور ديالي دايرهم في الدي غنمشي نكليكي عند الدي. المهم ان انسيري التصويره من البلاصه فين حاطها. انا غناخذ لي زيماج ستوندار ديال المايكروسوفت وورد حتى هاد التصاور ديال المايكروسوفت وورد كليكيت عند ايماج او باش نكونوا فاهمين مزيان غنمشي عند البيرو ونختار شي تصويره من التصاور ديال اللي عندي هنايا في البيرو. دونك نختاروا مثلا هاد التصويره هادي مثلا ندير فيها دبل كليك. دونك تحطات عندي هاد التصويره هادي على هاد الشكل هذا. دونك فوالا كي كتشوفوا معايا ان فوت انسير هاد التصويره تحطات زادت عندي هاد لونغلي اللي هي فورما بحال اللي كنا شلنا الحصه الفايته ديال الطابلو. نعاود باش تشوفوا معايا مزيان ها انتم في لا باغ دو موني كاين عندي اخر كوموند ولا اخر اونغلي هي افيشاج. ملي كنانسيري شي تصويره ملي كنانسيري شي تصويره فغتبان ليا غتبدل هنا غتزاد عندي واحد لونغلي اللي هي فورما. دونك فوالا كي كتشوفوا معايا هنا انا خديت تصويره ناخذ التصويره ديالي عندي هنا في لورديناتور. دونك هنا تزادت عندي هاد الفورمه هادي فهاد الفورمه هادي هي اللي فيها لي زوبسيون اللي خاصين بالتصاور. دونك كي كتشوفوا معايا هنايا اجوستي الجروب اللي كاين عندي جروب اجوستي كاين عندي هادي اللي بغيت نسوبليمي بها لاغيغ بلون ما كنصحكمش بها لان من الاحسن ليماج نخليهم محافظه على الطاء ديالها. الوغ كاين عندي هنايا الكوريكشن ولا الا بغيت نزيد الضوء ديال التصويره
كي كتشوفوا معايا هو عادي ان ستوندار، انتم غتشوفوا غيبان لكم انا تزاد، تبان لكم تزاد فيها الضوء. دونك بحال الفلتراج اللي كيكون في التليفون، بحال ملي كنفلتريو شي تصويره شفتوها معايا هنا، او لو بغيت نقص من هذاك الكون، لو بغيت نقص منه سي بون انتم شفتوا معايا هنا. الوغ انا ما كنختارهمش لان ما نورمال ما كنبغيش نخدم بيهم، لان عز عليا نحافظ على التصويره في ليطا ديالها. الوغ كتشوفوا معايا هنا التصويره، لا بغيت نكبرها، لا بغيت ننقص ولا نزيد في العرض من هنا او من هنا، ولا بغيت ننقص نزيد ونزيد في الطول من هنا او من هنا. لكن انا تنقول لكم ما تخدموش بيه، ولا بغيت تنقص ولا تزيد من التصويره تكبرها ولا تصغرها، من الاحسن تجي عند هذا الكوان، يا اما هذا الكوان ولا هذا او هذا او هذا، اربعه ديال الكوان. انا غنكليكي عند هذا وغنجليسي وندفع الفوق، فكي كتشوفوا معايا هذوك الكوان تيكبر التصويره ولا تيصغرها دقه واحده، يعني داك المسافه اللي كتزاد في الطول هي نفسها كتزاد في كتزاد في العرض. دونك مثلا ليماج حطيتها على هذا الشكل هذا. الوغ فاهم حاجه كاين عندي هنايا هما هاد لي زوبسيون اللي كاين هنايا اللي هما مهمين بزاف، هما اللي غادي نشوف. كاين عندي اهم حاجه هنايا وهي هاد غونفوي الا لين اوتوماتيكمون، شفتوا هاد الكوموند هادي مهمه بزاف. علاش؟ حيت ليماج اللي بغيت نحركها السيستم ما تيخلينيش نحركها، واخا تنكليكي وتنجر فما عنديش حق نحركها لشي بلاصه، ولكن اذا وقفت عندها وجيت عند هاد غونفوي الا لين اوتوماتيكمون الاشاره فاوفيس 2010، اذا كان عندكم فيرسيون ديال 2010 والفوق فغتلقاو سميتو غونفوي الا لين اوتوماتيكمون. اذا كانت عندكم لوفيس فيرسيون 2007 غتلقاو مكتوبه هنايا ابيج جي تيكس، ولكن راه الايكون نفسه نفس هذا الايكون ولا نفس هذه التصويره هذه كتبقى. على العموم غنكليكي عندكم صا ونختار دوفون لو تيكس، يعني دوفون لو تيكس نقصد بها ان الصوره غتكون فوق من الكتبه. دونك وديك الساعه تولي عندي حق ندي ليماج فين ما بغيت، عندي حق نحركها فين ما بغيت على هذا الشكل هذا. دونك غتشوفوا معايا هنايا هاد لي ستيل اللي كاين عندي هنايا، غنفتح لا ليست هنا عندي لو بغيت اونكادري هاد ليماج، ليماج لو بغيت ندير ليها شي كادر كتشوفوا معايا هنايا حتى تجربوهم كاملين. انا غنشوف غير اكزومبل، دونك لو بغيت نختار ليها شي كادر ممكن كادري من هنا عاطيني دي ستيل ستوندار، وهنا عاطيني ديتاي ديالهم بلاتي نحرك ليماج غنحطها على هاد الشكل هذا باش تشوفوها مزيان. هنا عاطيني لي ديتاي ديالهم، غنفتح لا ليست عندي هنا بري ديفينيد، عندي ستيل بري ديفينيد ديجا واجدين، لا بغيت الصوره تحط على هذا الشكل او على هذا الشكل او بغيت على هذا الشكل بغيت على هذا الشكل. دونك حتى تجربوهم كاملين باش تشوفوهم، انا باش ما نضيعش الوقت فكنوريكم غير منين تصوبوهم صافي. هنا عندي لومبر، يعني الا بغيت التصويره يكون فيها الظل ديالها في الجناب داكور. هنا كاين عندي ريفليكس ريفليكسيون، يعني الا بغيت الصوره تكون معكوسه شوفوا معايا هنا غتبان لكم الصوره تعكسات لتحت. لوميير الا بغيت تكون دايره بها الضوء ولا العافيه دايره بها في الجناب ديالها. بوردور الا بغيت نقص منه ما يبقاوش لي بوردور يبانو عندي كتشوفوا معايا سي بون، نحيد لي بوردور هما الحدود. هنا الا بغيت نديرها على شكل بوطون، على شكل بوطونه بون كي كتشوفوا معايا بالنسبه لكم ليماج كيوقعوا عليها واحد المجموعه ديال التغييرات. الوغ كاين عندنا هنا الغوطاسيون الا بغيت التصويره تبان عندي على شكل طروادي مثلا، دونك هما هاد لي ستيل هاد. الوغ فهادو هما الحوايج اللي مهمين بالنسبه لانسيرسيون ديال لي زيماج. فاذا بغيت نمسح التصويره الا بغيت نمسحها تنكليكي عند بوطون سوبريمي وكتمسح التصويره من قدامي، او نكليكي بوطون دروات ونهبط عند سوبريمي. كاين على حساب الفيرسيون، كاين الفيرسيون اللي غتلقاو مكتوبه في عندكم فيها هنايا سوبريمي، وكاين الفيرسيون اللي ما غتلقاوهاش فيها، ولكن على العموم اذا بغيت نمسح انا التصويره فتنكليكي عند كومسا ونمشي عند كلافي ونكليكي عند بوطون سوبريمي او بوطون ايفاسي، راهم بحال بحال بجوجهم كيمسحوا التصويره. اذا كانوا عندي جوج ديال الصور نتابعوا معايا هنا، هاد التصويره اللي انا واقف عندها الا بغيت ندير ليها كوبي ديالها غنوقف عندها كي كتشوفوا معايا ونشد لاتوش كونترول ونعاود نكليكي عندها ونجرها لتحت ونعاود نكليكي عندها عاوتاني نجرها لتحت. انا درت ليها ثلاثه ديال لي كوبي هاد التصويره هادي كي كتشوفوا معايا هنايا، فدرت ليها ثلاثه ديال لي كوبي. غادي نصغرهم شويه غير باش نشرح لكم واحد لوبسيون بقات لينا هنايا. دونك كي كتشوفوا معايا هنا دونك انا درت هنا ثلاثه ديال الصور على هذا الشكل هذا. ف ثلاثه ديال الصور اذا بغيت ندير لهم باش يوليو يتحركوا غنمشي ندير لهم افيير جي تيكس كيف قلنا. دونك اذا اختارت لهادي دو فونو تيكس كي كتشوفوا معايا ولاو تيبانوا على جوجات، والاخرى فين هي؟ فهي دخلات تحت منا. غنمشي عند هادي تاهي نختار ليها دو فونو تيكس، وغنجي عند هادي هي اللي بقات خصني تاهي نختار ليها دو فون لو تيكس. فمثلا الصورات بثلاثه اختاريت لهم دو فونو تيكس جاوني على هاد الشكل هذا، ثلاثه ديال الصور اختاريت لهم دو فونو تيكس جاوني على هاد الشكل. اللي كتبان عندي كامله هي هاد الصوره هذه، هاد الصوره رقم 2 هي اللي كتبان عندي كامله. الصوره رقم 1
ناقص فيها واحد البارتي، والصوره رقم 3 ناقص فيها هذا البارتي. دابا سيبوزون انا لبغيت هذه الصوره رقم 2 هي اللي ما تبانش كامله، والصوره رقم 1 و 3 هما اللي بانوا كاملين، شنو غندير في هذه الحاله؟ فغنوقف عند هذه ليماج هذه وغنجي عند هاد جوج ديال لي كوموند، هاد جوجات هذه وحده سميتها هنا افونسي وهنا سميتها ريكولي. دونك اذا كليكت عند ريكولي كي كتشوفوا معايا هنا فالصوره ولات كتبان هذه الصوره رقم 3 كتبان هي الاولى. نوقف عند هذه الفوقانيه ونمشي هذه المره عند افونسي ولات كتبان ليا هي الفوقانيه. دونك وبالتالي الصوره رقم 2 مابقاش كتبان هي الاولانيه.